هو حمد كان متوقع لغاية كام يطلع؟ 42 ونص، 42 200 وحاجة. بص يا دكتور، هي طلعت الأول امبارح 42 600 كويس، أي وامبارح 42 400 الهاي بتاعها، أي فهي كل مرة بتطلع بتقل 100 150 عن القمة اللي قبلها كويس، أي فهي وصلت 42 300، 42 290 في الرينج ده. فاللي كان هياخد اوردر مثلا 42 200 ياخده بيع، لو انا هحط اوردر استناه مثلا، أي تمام. فهي الصبح كانت مش واضحة، عمالين ايه يلعبوا بالماركت، فانا كنت عارفة انها تطلع شوية كمان وبعدين تبتدي تنزل عشان النهاردة الحد. فهي عملت كده فعلا، طلعت لحد ال 42 200 وحاجة، 92 او 200 يعني 200 ورقم كده أي او 300، وراحت نازلة من وقتها دلوقتي. حتى كده حضرتك لو شفت ال4 ساعات هتلاقيها واخدة هبوط محترم اليوم كله. طب يعني لو حمد قال بيع، انا دلوقتي كمتداول انا برضو، لان هو ممكن يقول لي حاجة ينبهني قبلها بساعتين او ثلاثة، ما هو اصله هينبهك برضو لانه مش ضامن ان الحركة بتيجي سريعة، يعني هو متوقع بيع حلو، فهو بيقول لك مثلا قبلها من هنا هو ان هي هتطلع. انا وظيفتي كمتداول بقى ادور انا هبيع في انهي منطقة برضو، بالظبط، هي دي انا رايحة وظيفتي. فين؟ ايوه، عشان ايه؟ هو قال لي خلاص، هو قال لي الاتجاه خلي بالك عند 240 42 كويس. بتحليلنا احنا بقى المفروض نعمله، قلنا احنا التداول بيبقى كذا سيستم مع بعض متركبين في جهاز التداول بتاعنا، زي العربية بالظبط، دورة الفرامل تبقى كويسة، العربية فيها بنزين، العجل منفوخ، ما يكونش العجل بايظ، البريك سليم، الازاز كويس، الكونديشن شغال، دورة الكهرباء شغال، الستارتر بتاع العربية، كل الحاجات دي لازم تبقى في التداول. نفس الحكاية، المنظومة كلها لازم تمشي كلها مع بعضها. لو عندك خلل في حاجة معينة العربية مش هتمشي، وبالظبط التداول حسابك مش هيفضل طالع طالع، هتلاقي الحساب بيطلع وبيروح نازل جامد. طب اوريكم بقى هو نفكر ازاي، عشان الكلام ده اصله هيحصل كتير. ممكن يقول لك انا داخل شراء، انا مثلا بستعد للشراء او بستعد للبيع، طب انا هحلل الموضوع ده ازاي؟ احنا قلنا طيب انا خدت المعلومة الشمعة وهي طالعة دي، ده موضع شراء دلوقتي يعني او بيع، يعني هو مثلا قال لي بيع، انا شايف الشمعة دي كده هو الطالع، هل ده مكان ابيع فيه؟ لا طب ابيع فين؟ لو هو قال لي بيع هبيع فين؟ هو ده شرط ايه؟ ده شرط اليوم بتاع البيتكوين. لو هلاقي المشتري لو المشترين عدوا النص ايوه خلاص مش هشتري، مش هبيع دلوقتي. طيب، انا متوقع بقى ايه بعد الشمعة دي؟ هيجي شمعة حمراء ولا شمعة زرقاء؟ لا، شمعة خضرا، شمعة اهي زرقاء يعني. زرقاء، في ناس بتحط اخضر، في ناس بتحط ازرق، كويس جدا. الشمعة دي قلنا امبارح، المفروض اللي بعدها يجي ايه؟ طالما شمعة زرقاء المفروض اللي بيجي بعدها ايه؟ شمعة المفروض ان انا زرقاء، متوقعه ان هو هيكمل صعود، كويس. بس هشوف الاول الشمع هي قد ايه. إلا إذا إيه؟ المفروض الا اذا السيلر دخلوا بقى بقوه، فبقى خلاص يعني قام اكبر من نصها، خلاص الشمعة دي وهو ده اللي حصل انتهت. بالظبط. ما السيلر هو دخلوا بقوه وعدوها كمان. أول ما خسروا 50% من الشمعة راحوا داخلين، فكده الشمعة دي بقت خلاص بيع، وانت كده على اليومي، فانت كده خلاص. هنا هوت الشمعة دي اهي زرقاء، المتوقع يحصل ايه؟ اللي الشمعة دي بعدها برضه سودة. زرقاء. طب انا عندي خط من الخطوط هنا هوت، يبقى انا عندي شمعة زرقاء وبتقول الخط دوت احتمال كبير السوق هيعمل ريفرس.
عشان كده احنا حطينا الخطوط، انا حطيت الخطوط كلها بتاعت السنة كلها، وممكن سنتين يعني. لا، المرحلة دي هتسلم المرحلة دي، والمرحلة دي تسلم المرحلة دي، يعني عشان ينزل ويطلع لازم يكسر. يعني هنا هو اهو كسر دي، يبقى هو رايح لهنا، كسر يبقى رايحين لهنا، كسر يبقى رايحين لهنا. طيب انا دلوقتي دي خطوط الإحصاء يا دكتور صح؟ نعم، ده خطوط دي الخطوط بتاعة الإحصاء صح؟ ايوه، جميل. ما انا بص بحط، الشرط عامل ازاي أصلا؟ ما عشان كده انا بحط خطوط الاحصاء، بستخدم الشموع، بستخدم الحاجات اللي بيقولها حمد، لو في البصمة برضو بحطها، يعني بظبط السيستم كله زي ما قلنا 60,000 حاجة بيتظبطوا، بحيث ان هي بتبقى كل ما تظبطي حاجة العملية تبقى متظبطة خالص. يعني لو انا دخلت بس خدت الصفقة من حمد لما هو قال استعدوا بيع، في واحد ممكن ياخد الصفقة عند 42,000، ماشي. انت بتقولي طلعت عليا كويس، اه طلعت سلبت الدولار وارتدت تاني. ما انا عارفه ان هي، ما انا كنت هنام بصراحه، رحت ماشي. واخداها قبل ما انام، عارفه ان هي هتنزل. يعني انا قايله ان هي هتطلع في الرينج ده وهتنزل تاني. يا خلاص هي كده بتاع ايه، هو ده سلوكها يوم الاحد. انا بص يا دكتور هقول لك، انا دلوقتي براقب كل حاجه، انا جديده صحيح ولسه ما اعرفش اي حاجه، بس براقب الايام مع السوق. يعني مثلا البيتكوين عشان بحب العملات الرقميه هتعمل ايه من اول السوق لاخره، فانا عارفه السبت بتفضل ماسكه نفسها شويه بتبقى متذبذبه الدنيا كويس، الحد خلاص بتبتدي اليوم بتاعها عاده بيبقى فيه هبوط. حتى في اليومي دايما الحد بتبقى اغلب الاوقات، لو ما كانش فيه خبر قوي او حاجه هي بتبقى بيحصل فيها هبوط، بتنزل شويه لحد ما السوق الفوركس بيفتح والداو والناسداك والاس ام بي والسوق الامريكي يبتدي يشتغل، يشوف هو هي بتمشي مع تبع السوق الامريكي. فطبيعي ان انا لو عكست عليا مش هخاف، بس انا عوضت ده ازاي بقى؟ ما هو برضو كل واحد بيبقى له، يعني المفروض ان هو خلاص بقى فهم. عوضت ده بان انا واخده صفقه تانية من نقطه فضلت صاحيه بعدها، رحت من نقطه صح خلاص هو طلع ومن هنا ده اخر السعر بتاعها، خلاص دي مقاومتها الأخيرة ومش هتطلع أكتر من كده وهتاخد نزول. وفعلا دي عملت الربح وعملت 98 و100% ربح، رغم إن أنا كنت حاطة فلوس قليلة عليها عشان حسابي قليل في الفيوتشر وإكس قليلة، ورحت واخداها وقفلاها. فاللي هي سلبته البيتكوين خدته مرتين منين؟ من العملة التانية، فاهمني؟ ده اللي أنا عملته النهاردة الصبح قبل ما أنام، وصحيت لقيت الدنيا مظبوطة، واحدة جايبة 100% ربح والتانية فاضل جزء سالب جزء صغير فيها اللي أنا كنت متوقعة إنها طلعت، وطلعت أعلى شوية بس خلاص. فأنا مستنياها هي دلوقتي كده بدأت تنزل لمكاني وبتجيب في ربح في الفيوتشر، فالدنيا كويسة ما فيهاش مشكلة. هو بس المهم أبقى أنا عارفة هي هتعمل إيه. لو أنا حافظة العملة مش هغلط، يعني حتى لو عكست مش اللي هي هتذبح، لأ ليها رينج صغير هتعكس فيه. انا محدداه مثلا ده هيبقى 200 300، هنا هي جابت بقى لها 3 ايام 42 400، 42 600، 42 300، ما بتطلعش عندها، ما كسرتش وطلعت عن الرقم ده، يبقى خلاص لو هتعكس هتعكس جزء صغير وهترجع للسوق تاني. وده اللي حصل فعلا، عشان في جديد بيشوف، احنا يعني بيشوف حضرتك وبيشوف ابو عمر وبيشوف ابو وليد فيقول لك انا هعمل زيهم، فبيخش بارقام وبيدخل وخلاص، اللي هو هم خدوا الصفقة. طب هو ده بيع؟ هو قال بيع؟ هو بقى مش شايف هو داخل فين؟ بيع. فشكرا، وده اللي أنا شفته بعيني بصراحة. ما هنا بقى دي فهو النقطة. أيوه، هو حضرتك بقى لو تقول لهم إيه الحاجات اللي ممكن لو عكست الصفقة يتصرفها، واحنا يعني إيه؟ قلبت معاك، سلبت معاك، خش عملة تانية دي زي قصاد دي مثلا الهيدج بتاعها العملة دي. يعني أنا بعمل حركة مش عارفة صح ولا لا، الباوند دولار بهدجه باليورو دولار، والله بقى فعلا بهدجه باليورو دولار،
هما الاثنين اصلا مع ساعات يمشوا مع بعض، بس ببقى عامله حسابي لو هو لو انا عكست دي وانا خدتها بيع وكانت غلط، خلاص المفروض مش هاخد شيرة فيها، طب هاخد شيرة في اليورو دولار، ده الهيج بتاعها بالنسبه لي. هم بيبقى في حاجات لازم ياخدوها هيدج، لو عكست عليهم البيتكوين والذهب حركاتهم عنيفه وواسعه هتاكل الحساب الصغير. هم يتصرفوا ازاي في حاجه زي كده؟ الداو برضو يعني ناجي حسابه ضاع بسبب الداو. الداو جمال الداو. ايوه انت جيت، انت جيت يا رمضان، والله يا دكتور هو اللي هيتكلم، حسابه ضاع 450، يلا زيحت لك 450 دولار راحوا من 500 بسبب الداو. يعني المفروض هو يدبل، لا التيك 450 بسبب الداو بس، والله هو هو سامعني. هو في وبقلل الحالة دي يعمل اللوت ايه؟ عادي، بقلل اللوت. شوف، ما حدش هيعمل فلوس إلا بإدارة رأس المال على صارمة. فكرة يا دكتور، ما كنتش عامل، كنت عامل ده راس مال، كان بيع، كنت طلعت، هو انا كنت واخدها هبوط، عدى الخط يعني، لمست خط خدتها هبوط، جه الخط اللي بعده، جابت الخط اللي بعده خدتها هبوط، جابت الخط لحد السادس، وما كنتش بعلي نفسي يعني، المفروض كنت الخط التالت ادبل اللوت اتنين، لا فضلت بنفس اللوت، وفي الاخر لقيته بقى طالع غشيمة جامد، خرب الدنيا. انت عندك الشرف اللي انت دخلت نعم، عليه، نشوف حلها ايه، عشان دي حاجات برضو بتصادف الشباب وبيخسروا فيها. عندك الشرط اللي انت دخلت عليه او الخطوط اللي انت كنت حاطط عليها، الشرط اللي انت كنت حاطط عليه الخطوط وبتتداول عليه؟ لغاية ما يجيبوا. بص، لو لأن النقطة دي هتحصل كتير، لو إن حمد هينبهك يقول لك في بيع، طيب أنا عايز أبيع، هو قال لي بيع، أنا المفروض كمتداول لازم أظبط بقى حالي، هبيع فين؟ أنهي شمعة؟ الشمعة دي فيها بيع؟ افرض هو جه هنا وقال لي في بيع، أو جه هنا اهوت وقال لي في بيع، كويس جدا، في ناس دخلت هنا على طول، حلو، في ناس تانية تقول لك إيه، أدور بقى على شمعة كويسة يبقى فيها بيع. في ناس هتقول لك ايه، طالما هو قال بيع، خد بالك بقى من اللي هيصادفنا، طالما هو قال بيع انا هروح داخل هنا اهو، بعد ما نزل كل ده هتدخله هنا على اساس ان هو في شمع هنا اهو، ان هو هيكمل نزول كويس. طبعا الماركت ميكر فاهمين، الناس اللي بتدخل بيع احنا بنحط الستوب هنا اهوت، لان في شمعات احنا بنلاقي الشمعة دي هنا اهوت كده، بندخل بيع وبنحط الستوب لوس بالظبط هنا. الماركت ميكر فاهم الكلام دوت، يعني هو عارف اللي بنشرحه ايه بالظبط، فمتخيل انت هتعمل ايه، ان شمعة زي دي كده هو هتلاقيها نزلت، هتقول بيع، هو هيطلع يعمل ايه، يروح طالع ضربك ونازل. طيب في ناس هتقعد، ده جزء من الناس، في ناس هتقول لك انا مش هحط الستوب، طالما حمد قايل يبقى هو شايف حاجة وهتنزل ماشي. فالطريقة التفكير دي صح، في طريقة تفكير تانية يقول لك ايه، طب استنى خليني بقى اراقب، طالما هو داخل عايز يعمل بيع انا اراقب الشمعة دي، هعمل فيها بيع ولا هعمل فيها شراء، ده منظر شمعة يتعمل فيها بيع لا شراء. كويس. جات الشمعة الحمراء دي بعدها، ولقيت الشمعة ديت، الشمعة الحمراء دي لما جت ده منظر بيع أكمل؟ لا أكمل شير، كويس، ده أنا ممكن أخش فيه شير. تدخل شير. ممكن واحد في الغرفة يقول لك خلاص ده السيت اب دوت بتاع جو هندخل فيها، يروح داخل وشاري ماشي، يبقى في هيبقى هيحصل ممكن اختلاف في الآراء هنا، حمد بيقول لك بيع، في واحد تاني يقول لك على طريقة جو أنا ممكن أدخل بسرعة وإيه يكمل ماشي، الاتنين صح، والاتنين اللي دخل شراء هنا هوت عمل فلوس ماشي. عايزين بقى إحنا في الطريقة بتاعت حمد إن هو قايل بيع من هنا هوت، طب الشمعة دي زرقاء، المتوقع اللي بعدها إيه؟ زرقاء زي كويس، حصلت ولا ما حصلتش؟ حصل.
حصلت. الشمعة ديت لو خسروا 50% يبقى معناها ايه؟ يبقى معناها خلاص بقى كده هنبيع، ما هما خسروا 50% واقل من خمس، اكتر من 50% يبقى خلاص بيع. يبقى لو حمد قايل بيع، انهي احسن شمعة ادخل فيها؟ فوق. اللي هي دي. ولازم ابقى فاهم، لا خلاص لازم اكون فاهم ماشي. تحليل عشان ايه ما تعكسش عليا خالص. بص اللي حصل بقى بعد كده، لو انت داخل محلل صح، عشان كده بقول لك كل اديله ما انعكاس الصفحة دي. كل ما يكون في حاجة معينة اعرفها وبحلل هتبقى زيرو الانعكاس دي بنسبة كبيرة. طيب الشمعة دي نزلت، اللي المفروض المتوقع بعدها ايه؟ بيع. بيع. لما الشمعة دي بيع، المفروض حاجة هتحصل تقول لي خلاص اللي بيبيعوا دول مش هيكملوا لتحت. اللي هي ايه بقى اللي بيحصل؟ تمام، الشاي تطلع أقل من نص السعر وهنا ابتدوا وهي يطلعوا. 30 جنيه. ماشي، فهنا هوت في ناس بقى تقول لك ايه، ماشي انا فاتتني البيع اللي هنا دوت، وحمد بيقول لي بيع حاجة، انا اعمل بيع في الشمعة دي او الشمعة دي؟ لا، هدور على الشمعات اللي هي دي، يعني اللي اتضرب هنا هوت ممكن يخش تاني في الحتة دي، صح؟ ممكن يدخل ايوه تاني ويحط ماشي. ما الاسطوب. يكون اللي جايين في النص دول شمع دار باسطوبات برضو، ما هو هما لان اكيد هو قال ان دول خلاص قالوا بيع يبقى يكملوا بيع، خلاص دخلوا بيع راح ضاربهم بالشمعتين دول. ماشي، يبقى في 3 احتمالات. في واحد ياخد الشمعة نهوت مع حمد ويسيبها، ويبقى الماني مانجمنت بتاعه كويس بحيث انه لو طلع حب يضرب الاسطوب مش هيتضرب، هياخد زي ما انتي بتطلع عليكي هنا شوية، قلتي بالظبط، الصفقة مش رجعت مشكلة، مش عليا، مشكلة، ما بس عملتش انا فيك فعلا، هو متأكد، ما عملتش فيك. انا متأكد من اللي حمد قاله. فده ده انا بقول لك الاحتمالات كلها عشان ما يجيش واحد يقول لي ايه انا دخلت هنا انا طلعت هنا انا اتصرف ازاي. فدي السيناريوهات كلها اللي ممكن تقابلك، مفيش حاجة غير كده. واحد يدخل من هنا هوت ويسيبها، واحد يدخل هنا هوت ويحط ستوب عالي اتضرب، ماشي، عنده فرصة تانية يخش تاني هنا هوت بيع ويسيبها طالما حامد قايل بيع، واحد نايم ولا حصل ولا حصل دي ولا حصل دي، هيبقى يلاقي فرصة تالتة هنا هوت. الشمعتين دول معناه ان هما نازل كتير، ممكن تاخدي بيع في المنطقة دي بالشمعة دي او الشمعة دي وبتسيبيه. تعالي شوفيه بقى هو نازل هنا هوت، ما قفلوش فوق 50%، وهو نازل وهو نازل هنا هوت الشمعة الحمراء. طب واحد فاته الكلام ده كله، يا جماعة انتوا داخلين بيع، حمد قايل بيع، طب انا هخش هنا اهو، الشمعة بتاعتنا فين؟ اهي. الخضرا السيت اب بتاعنا اهو. يبقى انت عندك يجي 4 5 فرص، بس لو انت فاهم ازاي بتحلل على الشارت ممكن تدخل بيع ممكن تدخل شراء، ده صح وده صح. اللي دخل شراء هنا هو عمل فلوس، اللي دخل بيع عمل فلوس، بس لازم تبقى انت فاهم انت بتشتغل ايه وبتحلل ازاي والهدف بتاعك ايه. طبعا حمد هو بيدينا الاتجاه، الاتجاه العام هيبقى نازل، وفعلا هو ده اللي حصل. يعني انت لو خدتها وسبتها خلاص، فدي التحليلات كلها اللي بتدور في دماغك، لان المشكلة ان هو ايه، الناس بتبقى عارفة ان هو بيع شراء، طب انا هتصرف ازاي؟ انا بقول لك ازاي بقى تتصرف وازاي بتفكر على الشرط، بحيث ان انت ما تحتاجش لأي حد يحللك ولا تقعدش تسأل، انت بس تاخد الاتجاه، ولو حمد مديك الإشارة بيح ان هو هتلاقيه يحط لك سهم وخلاص، وانت بقى مع نفسك عايز بعد كده تاخدها هنا عايز تكملها. هو عايز، هو طبعا حسابه كبير ممكن يزود مرة واتنين وتلاتة، احنا مش ضامنين. انا فلازم انت تظبط امورك برضو على ادارة رأس مالك انت، عشان كده التحليل ده مهم جدا، ولازم كل واحد يبقى فاهم الحاجات دي كلها، مش يجي يقول لي اديني انا جديد اتصرف ازاي، طب انا خسران،
بقالي 3 سنين عمال اخسر. الموضوع مش شراء وبيع بس، مش انا هعمل كده هو هتحشري هعمل بيع وهعمل فلوس، الموضوع اكبر من كده، لازم في حاجات تانية. قلت لك بالظبط، وقلت لك انه زي العربية، الفرامل تبقى كويسة، بنزينك كويس. طب العربية ما فيهاش مية هتمشي؟ لا. طب لا خالص، مش عارف تسافر بعربية لما يكون مظبطة الأول، لما تكون هو ان شاء الله الأمر فيه عربية يكون ايه مظبوط. ب100 ألف ولا 200 ألف، لو العجل مش منفوخ والعجلة ما عجلة مفرقعة هتمشي؟ بقت حتة لا صفيحة مش ماشي. ما تقدرش تستعمل. فهو بص تقريبا هو ده النزول الكبير اللي هو متوقع. طيب انا حشيت بقى الخطوط دي، فانا قلت لكم دلوقتي ازاي ايه انتوا هتتصرفوا وازاي بتقرا الشارت وبتحدد الموضوع ده. طيب تعال نشوف اللي هو خسر فيها، لان برضو نستفيد من خبرته، سواء اي حد بيخسر هنستفيد من ايه الموضوع ده. ماشي، هو عمل هنا بيتكوين. طيب لما انت بترسم لي الشارت دوت كده، انا بقول لك من دلوقتي لو انت رسمت له الخطوط دي كلها هتتضرب بسهولة، لان انت ايه هي، ما هو في واحد يقول لك ايه بقى، طالما جو بيشتغل بالخطوط ماشي انا ارسم خطوط انا كمان، ويروح رسم الخطوط بتاعته، هيبقى في عندك مشكلة هنا. احنا الخطوط دي انت عارف هنا كام خط طول السنة، احنا بقالنا في السنة دي بالظبط، انا يعني انا رسم طول السنة حوالي 6 خطوط او 7 خطوط بس، وبقالنا 8 شهور الماركت بيطلع وبينزل في حدودها، محدش يقول لي دي سبورت وريزيستن، لان انا كنت ممكن احط خط هنا كنت ممكن احط خط هنا، ما حطيتش. المعادلات بتاعت الاحصاء ديت بيقول لك انهي احسن اماكن بيتحط فيها الخطوط، عشان كده احنا عشان هنا يمكن تلاقيها مظبطه تقول لك لا هو راسمها اصله على السبورت. طب انا ما حطيتش خط هنا اهو سبورت وريزيستن، مش كنت المفروض احط خط هنا؟ ما حطيتوش هنا، حطيت هنا اهو، ده مش مقاومة هنا اهو المفروض يحترمها؟ لا ما بحطش انا في اي حتة. فالخطوط دي بتترسم قبل الشرط ما بيتكون، ما بتترسمش بعده. طيب هنا اهو ايه المشكلة اللي هتقابلك؟ يعني بص الفرق ما بين ده والخطوط دي والخطوط دي، هنا سهل ان انا اتداول بحساب صغير، يعني لو انا عملت بيع وعملت بيع وعملت بيع راح السوق نازل اقدر احافظ على الحساب. هنا هوت لو انت عندك خطوط كتيرة قوي هتبقى مشكلة، طب فين الخط اللي هيطلع، طب فين الخط اللي هينزل، فين اللي هبيع عنده؟ لو انت قلت لي ان انا هو طالع هشتري وهشتري وهشتري، السوق هيحجز بسرعة، هتبيع هتبيع هتبيع، لو السوق حصل هنا هو مرة شراء مرة بيع وطلع فوق الخط نزل تحت الخط طلع فوق الخط نزل تحت الخط وقعد كده 18 ساعة، انت حسابك ضاع. فالفرق بين هنا بالخطوط، انا لو عايز اعمل بيع هبيعه هنا هو في المنطقة دي وخلاص، يطلع ينزل انا ماليش دعوة خلاص، يبقى انا مستريح وحسابي حتى لو 500 دولار انا عامل 0.01 وكل اللي يعني خسرته ماينس 20 ولا حاجة والاكونت في امان. هنا هوت ما اقدرش اعمل الكلام دوت. فده الفرق، ان انت مش بترسم اي خطوط، لازم تبقى فاهم معنى الخطوط اللي انت بترسمها ايه وهتستفيد بيها ازاي. يعني انا ممكن استفيد من الخطوط ديت في طرق تانية كتير، يعني ما بقولش، بس انا بقولك لازم تبقى فاهم الطريقة والمضاد بتاعها ايه، يعني عيبها ايه الاستراتيجية دي، عيبها كويس اه ان انا
انزل من هنا اروح لهنا، انزل من هنا اروح لهنا، حلو قوي. بس هيبقى في مشكله. مشكله ايه؟ ان انا لو جيت اتداولت في المنطقه دي، حاجه اشتري يروح نازل، حاجه ابيع يروح طالع، حاجه اشتري يروح نازل، هيجي يطلع هتروح طالع، حاجه نازل هروح طالع. يبقى لازم في تكمله للموضوع دوت هنا اهوت، لازم في تكمله للموضوع. مش واحد يقول لك حاجه هروح واخدها وخلاص ومطبق، لا، لازم افهم الموضوع كامل. لان لو ما فهمتش الموضوع كامل هتبقى النتيجة خسارة الحساب. ممكن انت تتداول هنا، عدى اوكي، عدى اوكي، انا معدي، انا داخل من هنا، حلو قوي. بس هتيجي هنا، هتيجي هنا، طلع نزل، هتيجي هنا، طلع نزل. الخطوط اقول لك اشتغل عليها، ومناطق كويسة جدا وممكن تخليه طالع تبيع هنا، الكلام ده كويس جدا. بس هيبقى فيه عيب، انا مش عارف انهي واحدة اللي هيطلع منها. طبعا هتعوز تدخل الزمن. يرتد منها فعل. نعم، بقول لك حضرتك مش عارف اي واحدة يرتد منها لتحت. ايوه، فالموضوع ليه تكملة. عشان كده بان ايه، لازم تبقى فاهم الموضوع وفاهم اللي بيقول الكلام دوت، تاخد منه الطريقة كاملة. لو هي مش كاملة كويس، يعني واحد شرح الجزء دوت بس الموضوع مش كامل، ألف شكر. وعشان كده، عشان كده مش كامل، انا خسرت صح؟ ما هو انت، ما هو انا بقول لك الموضوع مش كامل في دماغك، ما انتش فاهم ايه المشاكل اللي تواجه. يعني انا بديك طريقة، انت المفروض تقول لي الموضوع ده كامل ولا لسه مش كامل، او اي واحد شرح لك على اليوتيوب وهينزل حلقات بعد كده او حاجة، هل الموضوع ده كامل خلاص ولا لسه؟ لو لسه احتفظ بيه واكتب الملاحظات بتاعتك وايه وشوف، واقعد قلب، واقعد قلب فيها يمين وشمال ايه عيوب الطريقة دي. انا بمجرد النظر كده اعرف على طول ان انت هتخسر الحساب، بالرغم ان انت ممكن تعمل فلوس كتيرة في الاول، بس انت هتيجي في حتة زي دي تخسر الحساب. فانت لازم تشوف الطريقة اللي انت هتستعملها عيوبها ايه. لو الموضوع ليه تكملة صح، لازم تستنى لما يكمل الموضوع كله، ما تاخدش الموضوع وتنفذ تقول انا عرفت خلاص يبقى انا هنفذ. لازم تاخد الموضوع. فدي للناس اللي بتتداول، سواء هارمونيك، مجدي، استكاستيك، مش عارف ايه، خد الموضوع ارس، يعني لازم تاخد الموضوع كامل. طيب، فانت عرفت دلوقتي ان في مشاكل ناقصة عندك، سواء ادارة رأس مال، سواء تكملة الموضوع. وهو ده اللي بنقول لك، دي اجهزة، الاجهزة اللي موجودة في العربية كلها عشان العربية تمشي مظبوط. مش معنى ان انت مظبط حاجة، الخطوط، الخطوط زي الفل. واحد يقول لك الخطوط زي الفل ما فيهاش اي حاجة، بس انت مش مظبط حاجات تانية بالظبط كده زي العربية. بس اللي ناقص عندك امتى تخش وامتى تدخل وامتى تطلع، زي اللي بيعرف زي اللي معاه عربية 4x4 او عربية جامدة، مش عارف امتى يمسك جراش وامتى يدوس بنزين. بالظبط، يبقى انت ما انتش فاهم ايه اللي بيحصل، في خلل، انت عندك مشكلة في كذا حاجة هنا. انت خلل واحد بس يضيع الحساب، العربية تضيع لو في خلل واحد، ما فيهاش مية، ما فيهاش بنزين، ما فيهاش بالظبط. فرامل، كل الكلام ده انت ما انت ما هو الناس مع الأسف مش فاهمة ان العملية كاملة. الناس تقول لك انت معاك يجي اكتر من 23 سيستم وبكلهم بتستخدمهم. المنظومة دي كلها لازم تمشي مع بعضها عشان تاخد حاجة كويسة. لان لو في خلل معين انت مش فاهمه، فاللي بيقول لي انا بخسر بقالي 3 سنين، انا متأكد في خلل في حتة معينة. ممكن تكون دارس تحليل، ممكن يقول كم بقالك 3 سنين، ممكن عندك خلل في إدارة رأس المال، ممكن عندك خلل في حاجة معينة، في البير اللي انت بتتداول عليه، في اللوت سايز اللي انت بتدخل عليه.
لان انا ممكن قلت لك انا اقول لحضرتك حاجه انا لاحظتها، هو احنا كلنا بنقلد الموجودين هنا، دي حقيقه. يعني ايه؟ انا شايفه حضرتك عامل مثلا حساب كويس وبقالك سنين بتتداول ما شاء الله، معروف وكل فيديوهاتك انا بفهمها فبقلد، تمام؟ يا اما باخد نص الكلام ما بطبقش الكلام كله، يا اما بقلد وانا حسابي ما يستحملش. يعني حضرتك لو خدت مثلا زي ما حصل في الدولارين، الدولارين طلع علينا طلعه غريبه، صح؟ اللي حصل ان حضرتك اتصرفت ازاي؟ ان حضرتك رحت واخد معزز هنا بيع هنا بيع هنا بيع، تمام؟ لما حضرتك تعمل هنا وانا كده وانا اجي اقلدك وانا مش فاهمه، اللي هيحصل معايا ايه؟ هتمرجن، ما انا اصلا رصيدي صغير. لكن انا لو عملت كده ورحت مهدجه، ايه اللي هيحصل؟ هوزن الدنيا. لو انا مثلا شفته طلع عليا وانا واخده بيع وهدجت ببطء اكبر شويه، يعني مثلا لو انا عامله 0.01 وخلاص لقيته بيطلع عليا والترند صاعد ومره واحده، ورحت على طول مهدجه ب 0.02 او 0.03، انا عوضت اللي راح مني، تمام؟ وهو سرعه التصرف برضه يا دكتور، احنا بنقلد بس. يعني الا بما اننا جداد مش بنفهم نتصرف ازاي قد ما بنقلد بس، بس ما بنحاولش بقى نعالج ده بسرعه. مثلا بتشل تفكيري، بيتشل، ما بقولش مثلا ايه ده انا هنا دي خسرتها، مش هدور على عمله تانيه مثلا الدنيا تبقى مظبوطه فيها فاخد فعوض اللي انا بسلمه، لا. بفضل يعني اللي انا لاحظته ان احنا بنبقى باصين للحساب وهو بيقل ومش عارفين نتصرف. دي حاجه بتحصل، عشان كده الحسابات بيقول لك ان انا بخسر. طب ما انت بتاخد مني طريقه، اه صح ناجحه معايا بس مش ناجحه معاك انت، لا. اولا حسابك صغير، ثانيا ما انتش فاهم لو عكس عليك تعمل ايه. دي نقطه والله يا دكتور، كتير من الحسابات اللي انا سمعت ان هي باظت او انها راحت. انا حسابي لما خدت منه فلوس وسبته ما كنتش مهدجه، لو كنت مهدجه ما كانش اتقفل، عشان ما تبعتوش يومين ثلاثه ما بصيتش عليه يومين ثلاثه واتقفل. انا لو كنت مكمله الهيدج ما قفلتهمش عشان عملوا ربح، انا ما كانش حسابي اتقفل. هم مش فاهمين يعني ايه نهدج بقى، يعني ايه مثلا حصل حاجه، لا اتصرف بسرعه، اطلع اطلع مع الترند، حصل دلوقتي صوت خبر، اطلع معاه، اعمل هيدج معاه، خلاص قفل وهيبتدي ينزل، اقفل اللي انت خدتها الهيدج بربح وسيبه بقى ينزل وانت مراقب. لا مفيش حد بيتصرف كده، بنتخض، ده اللي بيحصل والله. يعني حتى اسال ناجي، يعني دلوقتي هو قال لي ده وعكس عليا، قفلت بخساره وقفلت جري وما عرفتش اعمل ايه، ما خدش الهيدج مثلا، لا. حتى هو ممكن يوريك الشرط اصلا لو كان داخل بيه، داخل بيه ازاي. احنا بنقلد بس الصراحه. ابو عمر قال اليورو دولار، انا هاخد تاني لط تاني لط تاني لط، لا خلاص سمعنا كلمه وعملناها، بس احنا مش عارفين ان احنا حساباتنا مش زي حساب ابو عمر. بتقول النتيجه انا مش حسابي زي حسابه، لا. انا عرفت ان هو عمل فلوس من الاستراتيجيه دي، دخلت معاه، ما عرفتش لو انا دلوقتي الدنيا بتروح مني اعمل ايه؟ ما سالتش، فضلت واقفه. طب ما هو هيعكس هيعكس هيرتد هيرجع. كل ده تحت مسمى ان انت كلنا بنسعى في اكتر من اتجاه من غير ما نتقن اتجاه واحد. احنا لو اتقنا اتجاه واحد او طريقه واحده هنعمل منها فلوس، لكن احنا بنشوف دي عجبتنا بنقعد نجرب، بنشوف دي عجبتنا بنقعد نجرب من غير ما نبقى عندنا اتقان او شايفين الصوره كامله في طريقه واحده. يعني لو واحد شاف الصوره كامله في طريقه واحده هيعمل منها. طالما اتكلمنا في موضوع الخطوط، يعني انا ممكن استعمل الخطوط دلوقتي لمدة، الخطوط اللي قدامك دي انا مش مشكلة هبيع اشتري عندها، مش فارقة، هنعمل فلوس. يعني اشتريت هنا هوت عملت فلوس، بعت هنا هوت هبيع هنا هبيع هنا هبيع هنا، نزل خط هقفل كله وابيع فلوس. انا شغال كده هوت ايه لمدة شهر بالظبط، ال50 ألف يعملوا 50 ألف. طيب ايه عيب الكلام ده؟ هل الماركت ميكر مش فاهم الكلام ده؟ احنا هنعمل الكلام ده فاهمين. يعني لو جالك واحد قالك انا بشتغل بالطريقة دي، عيب الطريقة دي ايه؟ ان انا اخليه طالع ابيع، اخليه طالع ابيع، لما ينزل هقفل دي ب30 وديت بقت صفر، عملت فلوس، نزل هشتري، طلع هبيع، اخد 30 تانيين
هاجي هنا ابيع، هنا هبيع، هنا هبيع، نزل هعمل 60 وديت صفر، وهنا ماينس 30 اعمل 30. يبقى انا عمال طول ما السوق عمال بيمشي عمال اعمل 30 30 60 30 30 60، والحساب عمال يزيد. انا كبنك وشفت الكلام دوت ولقيت العيال كلها بتوع الفوركس شغالين بالطريقة دي، انا كبنك المفروض اعمل ايه دلوقتي عشان اضرب الناس دي كلها؟ عاجز اتجاه معين، عارف ان هو واخد يفضل منك طالع مارجن طالع تلات معين. اربع خطوط عشان هم يعززوا حد من مارجينهم، بالظبط، يبقى في عيب للطريقة دي، زي ما هو عمل معايا بالحرف. يبقى في عيب للطريقة دي اللي هي ايه؟ ان هو انت ملاحظ ان هو بيطلع خط التاني بينزل، خط التاني التالت بينزل، خط التاني التالت بينزل، كل مرة تلات خطوط، خطين، خط تاني تالت بينزل. الكلام ده فل قوي، ولو السوق كان كده انت ممكن تعمل ملايين. هل هم مش عارفين؟ البنوك مش عارفة الكلام ده؟ اقصى مرة لا ممكن عارفه، يطلع عليك ادي مرة اتنين تلاتة اربعة الخمسة، يعني لو غلس الطريقة دي بقى ايه؟ عشان كده بقى موضوع الهيدج هنا هيجي، او موضوع الستوب لوس. لو هو طلع، بص هنا بقى طلع عمل كم خط، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. وانتوا فاكرين لو قلت لكم طالما طلع 10 خطوط هينزل ايه؟ 60 نقطة. ستين يا ستين يا 90، لأنه معروفة هي طلع تاني ونزل 60 تانيين. طيب ازاي استحمل انا حركة زي دي؟ ازاي استحمل حركة زي دي؟ ما انا لو اللي زي ده ما يقدرش يستحمل بالهج. لا، هيدج في هيدج، وفي طريقة تانية برضو. يعني اللي مش مستريح في الهيدج، يبقى انا عندي طريقتين. في طريقة الهيدج اللي هي ايه؟ ان زي ما سماح بتعمل كده. خلينا في الطريقة السهلة الاول. هو انا عندي هنا بيطلع كام خط؟ خط اتنين تلاتة بالكتير اربعة، ماشي. طيب انا لو طلع عليا خط التاني التالت الرابع ورحت واخد ستوب لوس، سواء 50 دولار، يعني ابتديت انا حسابي 500 وابتديت ببوينت زيرو وان بوينت زيرو وان بوينت زيرو وان، هنا هو بالظبط كده، هو هيبقى ماينس 60 دولار. خدت ستوب لوس، طلع مكمل بعد 4 خطوط كمان، مفيش مشكلة. هدخل تاني هنا هو في نفس المنطقة، طلع واحد اتنين تلاتة اربعة، برضو رحت واخد ستوب لوس، يبقى خدت ستوب لوس مرتين، 60 في 60، بس لسه الحساب ايه؟ مكمل. وابتديت اشتغل هنا هو برضو، بيع بيع راح نازل، شراء شراء راح طالع، يبقى انا حافظت على الحساب والحساب. يبقى الطريقة دي كويسة وبتعمل فلوس كويسة، لان 70% او 80% من السوق بيشتغل عرضي، ما بيجي يعني دي ما بتجيش الا مرة في السنة. طب عشان اكون انا مستعد لها، يبقى انا ايه؟ في ادارة رأس مال، اللي هي ايه؟ لو انا مرة في السنة جت على حظي أنا. ما هو ما انت المفروض الناس تبقى دارس الطريقه. يعني انا لما بشرح طريقه انت تقلبها في دماغك، عيب الطريقه دي ايه؟ هو احنا بنشرح عيب الطريقه ايه، وانا بقول لك عيب الطريقه ايه. طيب واحد مش ما بيحبش ياخد ستوب لوس، واحد زي سماح دي بتروح ايه، عملت مرة اتنين وبعد كده هو تلاقيه مكمل، يقول لك اخد هيدج واكمل، يروح طالع، تروح واخدة الشراء اللي واخداها هنا هو عاملة فيه فلوس، تقول لك يمكن ينزل من النقطة دي 60 نقطة، تبص تلاقيه ما نزلش، تروح واخدة هيدج تاني وتروح طالعة بيه، ماشي. نزل هنا هو تقول لك هطلع بقى من الباي بتاعي، اسيبه ينزل، هي لسه معاها بيع من هنا اهو، تبتدي تاخد شراء وتروح طالعه بيه، يعني تفضل تعافر وياهم، هتطلع من الصفقه زي ما احنا عملنا كده بالظبط. احنا طلعنا كسبانين، او في ناس طلعت يعني ايه اللي عملوه خسروه، بس ما خسروش حاجه خالص ولا خدوا ستوب لوس في الاول،
وفي مع ان دي اصعب موف، انت لو عرفت تتحكم في الطلوع الكبير ده في 12 خط يطلع عليك من غير ما تمارجن الحساب او من غير ما تخسر، انت وصلت يعني بقيت محترف تداول. بس الكلام ده مش هيجي من ان انت تشوفني نص ساعة ولا ربع ساعة ولا بتشوفني، لا ده هيجي بالخبرة وحاجات معينة. فانا بقول لك لو انت جديد خالص وما عندكش خبرة خلاص، انا حدودي 3 مرات او 4 مرات، بعد كده احط ستوب لوس واعتبرها صفقة جديدة، وانا هعافر وياه وهدخل بيها تاني، لان انا عارف ان هو 3 خطوط 4 خطوط وهبينزل وبتاع ماشي. فهي نفس الموضوع هنا، يعني انا لو هشتغل بالطريقة دي والخطوط قريبة اهو هخليه طالع عامل بيع، مش هقعد بقى ايه لو طلع نزل، هو انا باخد القرار يا بيع يا شر، بس هي مرة واحدة. لو نزل هنا لو انا خدت بيع اوكي عملت فلوس، لو انا خدت شراء هنا اهوت وطلع انا ما اتضربتش في ده كله، انا واخد شراء ومستني يا يطلع لهنا يا الا لو نزل هزود. فهو نزل فرحت مزود اوتوماتيك، راح طالع دي عملت فلوس ودي بريك ايفن، يبقى انا نظفت الصفقة. لكن عشان تدخل وتطلع اقول لك الطريقة دي كويسة، بس لازم يكون معاك اكسبيرت، لان استحالة انت هتكون اسرع من الكمبيوتر، لان احنا دلوقتي شغالين يعني معظم الناس شغالة اوتو، البنوك شغالين نظام كمبيوتر كله، لو حصل كذا لو حصل كذا يعمل كذا لو حصل كذا يعمل كذا. وانا قلت لكم البنوك كلها دلوقتي شغاله نظام البرايس اكشن، لو كسر بيروح داخل شراء على طول وبيفضل قاعد في الصفقه وحاطط ستوب لوس هنا اهو. عشان كده هوت ايه البريك دوت بيبقى ايه كبير، كل ما يكسر الاكسبرت عارف ان هو على طول بيروح داخل وطالع. فالناس كلها دلوقتي شغالة اكسبرتات، ليه؟ لان ممكن يجي لك كده حركة كبيرة، حركة يعني هنا هوت الاكسبرت انسب طريقة. لو انت حاطط استكاستك بقى ومجدي وار اس اي والكلام دوت مش هيقدروا يتحكموا فيها، لكن هو بيحط مثلا دعوم ومقاومات، لو كسر خش بيع وحط ستوب وحط تارجت والاكسبرت يشتغل ويعمل فلوس. لا يمكن انت هتبقى اسرع من الماشين مهما كنت يعني كويس، مش هتقعد 24 ساعة تتابع وبتاع. فياريت التداول بيبقى فيه أكتر من حاجة لازم تبقى عاملها في دماغك. أنا مش اعتراض على الطريقة، لا لازم تبقى عارف عيوب الطريقة والمضاد بتاعها إيه عشان تطلع منها سليم. الكلام ده تعمله برضو على الباوند دولار، على اي حاجة مش على العملة دي. يعني شايف انت تعمل فلوس كويسة، بس هيجي لك وقت ادي مرة اتنين تلاتة هنا راح راجع، بعد تلاتة مرة اتنين تلاتة بيرجع يعني غالبا، بس ساعات ممكن يغلس عليا. طب انا مستعد للحركة دي، يبقى اطلع منها على اساس هتصرف ازاي، حاطط انا البلان في دماغي، هزود هاخد الستوب. الحاجات دي لازم تبقى انت دارسها مع نفسك من الاول، ولا ايه يا شباب؟ معلش احنا اتعلمنا كلنا بفلوس، هي المشكلة احنا اتعلمنا كلنا بفلوس، سواء خدنا دورات دفعت فلوس او الناس اتعلمت من السوق. ما انا ممكن اروح ادفع دورة $5000 ودورة 4000 ودورة 3000، انا بتعلم حاجة، الراجل بيعلمني حاجة كويس، بحيث ان انا لما اجي اتداول ما بيحصلش. وهو ده الاجانب بيتعلموا كده الاول، يعني قبل ما يحط دولار واحد في اي بروكر بيتصل بيقول لي انا جاي اقعد عندك اسبوع اسبوعين ومش هركب الطياره لما تقول لي انت كده تمام. قال لي يعني انا بعمل التذكره مفتوحه لان انا مش عارف اتعلم قد ايه، ممكن في ناس بتتعلم اسبوع. الاجانب كده، العرب يقول لك لا الموضوع سهل انا هدخل. وهو ده للاسف العيب
يعني ما يعني ممكن يخسر 175 ألف ويتصل بيك يقول لك أنا خسرت أعمل إيه؟ طب أنت كده لما لو أنت ما أصل أنت هتدفع سواء هتدفع عشان تتعلم أو هتدفع للسوق، بس هنا في مشكلة إن أنت لو ما اتعلمتش أنت كده خسرت مثلا 175 ألف ولا 150 ألف ولا 5000 ولا 500، بس ما اتعلمتش حاجة. أنت لما خسرت هل اتعلمت حاجة؟ ما اتعلمتش، هي دي المشكلة. هو الأجانب بقى عارفين كده، يقول لك أنا ممكن أدخل وأخسر بس في النهاية ما اتعلمتش برضه، هفضل أخسر هفضل أخسر. عشان كده الأجانب يعني very strict، قبل ما يحط دولار واحد، قبل ما يفعل حسابه ولا حاجة، يقول لك أنا عايز أتعلم، علمني كل شيء. لو حصل كذا اعمل ايه، لو حصل كذا اعمل ايه، لو حصل كذا اعمل ايه، وبينفذ. يعني انا يعني الكلام ده ممكن العرب من خلال خبرتي يقعد يعدل على الاستراتيجية، يقعد يعدل، تديله الحاجة جاهزة تلاقيه بص تلاقيه يقول لك طب انا لو حطيت بولنجر، لو انا حطيت كذا، لو انا حطيت كذا، طب انا هحط الهارمونيك، طب انا هحط مش عارف ايه. طب انا دلوقتي عامل الحاجه ومديك كوبايه شاي بلبن كويس، سكرك مظبوط، اللبن مغلي، الميه مغليه، معلقه الشاي بالظبط، واديتك الحاجه جاهزه وكامله. لو انا اديتك كوبايه الشاي دي وجيت انت حطيت لي بقى ايه، زودت ميه عليها، رحت مزود معلقتين سكر او ثلاثة سكر، كوباية الشاي باظت. فانا بقول لك من خلال اللي انا شفته، الطريقة دي هتمشي، الطريقة دي مش هتمشي، فبوفر عليك مجهود سنين. فيعني الشباب يجي يقول لي ايه رأيك في دي، اقول له اه دي كويسة وميزتها كذا كذا كذا، دي عيبها كذا كذا كذا، اتفادى العيوب تبقى زي الفل. فانا اي حاجة بشوفها بقول لك بشوف هيضربني ازاي. انا كبنك لازم اقعد اتفرج الطريقة دي تتضرب ازاي، لان هو مش هيلاقي. انت فاكر يعني البنوك هتسيبك لما يجي واحد يعمل له فلوس وشغال باكسبرت؟ عشان كده هو ده، انت تلاقي الايه الاكسبرت تشغله على الديمو، يا سلام، من 1000 ل 127 الف ل 127 مليون ويضاعف ويبقى. هل الكلام ده بيحصل في الحقيقة؟ صعب. لو عملته اسبوع بعدها على طول البنك هيقعد يبص ويشوف، ممكن يقعد يراقبك سنة وسنتين زي الست اللي عملت 195 مليون دي، يقعدوا يراقبوها ما عندهمش مشكلة، ويشوفوا الثغرات ايه وبتاع ايه وتعمل ايه، خسروها في 3 شهور 195 مليون. وكانت بتدخل وبتعمل فلوس كل مرة كل مرة، وانت شفت الفيديو، الراجل كلمها اول مرة انا عايز اعمل مقابلة، والراجل ده هو بيشتغل على الفلور، يعني ده اصلا كان في بورصة شيكاغو وكان على الفلور وهو عنده البروكر، وانا يعني شفته واتعرفت عليه من زمان ومتعلم انا تحت ايده، فانا عرفت على طول ان هو بمجرد بس كلمتين ثلاثة، وهو ايه يعني كان فيري نايس خالص، ويروح حاطط الصفقة قدامها ويقول لها يعني انت عملت كذا، وهي واخدها بحسن نية. يعني هي الست لو شفتها بتتكلم يعني ما فيش اي حاجة، اول سنة ما عرفش ياخد منها حاجة، يعني فضل التحوط وبتاع، يعني ايه الكلام كان بالمحسوب. تاني مرة لما عملت فلوس كويسة، يعني اول مرة كانت 50 الف وصلتهم
ل 200,000 300,000، وابتدوا الناس يدولها فلوس، ابتدت تشغلهم والناس بقى يدوها فلوس. وصلت الحساب كان 2 مليون 3 مليون، وصلتهم 195,000. فالراجل قال لها انت يعني عبقرية، قالت له انا اتعلمت منكو وبتاع. قال لها طب تعالي بقى ايه عشان بس الناس يعني تساعد الناس ويعملوا فلوس. هي خدتها قالت لك مفيش مشكلة، انا بعمل فلوس، انا مش هتفرق وهي يا الناس لو عملت فلوس. هو بس طبعا راح واخد الطريقة وراح ضربها. ف مش معنى ان انت هتعمل فلوس باستمرار، فكر في الناحية التانية. انت البروكر عايز طلع اي حاجة فيها فلوس، بيبقى في حاجة مضادة لها. طالما في فلوس يبقى في حد عايز ياخد منك الفلوس دي. فالكلام ده بيمشي على الديمو، ان انت تعمل اكسبيرت، تعمل مش عارف ايه، ويقول لك ارقام عامل 100 حاجة و 80,000 من 3,000، لكن تيجي تطبقه تفاجأ بمشاكل كتيرة. الباي تتعمل سل، السل تتعمل باي، البروكر يفتح لك صفقات انت ما انتش عارف ايه اللي بيحصل. ما هو انت مش عارف، هو البروكر شايف ان انت حاطط اكسبيرت. هل انت عارف الاكسبيرت ده لو المفروض يفتح فين، المفروض ما يفتحش فين، المفروض ياخد الفلوس فين؟ لازم تبقى فاهم الاكسبيرت ده شغال ازاي، لان البروكر ممكن يلعب لك يقلب لك. هما دلوقتي بيعملوا الباي يعملها سيل والسيل يعملها باي، وانت مش حاسس. ما هو انت مش عارف الاكسبيرت ده شغال ازاي. لو انت عامل الاكسبيرت على ايدك او مخلي مبرمج، انا المفروض اعمل بيع هنا، هو المفروض اعمل بيع هنا، لو لقيته عامل شراء هنا وشراء هنا يبقى في حاجة غلط، يبقى البروكر بيلعب وتغيره فورا. فيعني في حاجات كتيرة يا جماعة، مش حاجة واحدة بس اللي بتحدد ازاي تعمل فلوس وازاي تخسر. يعني في حاجات المفروض لازم تتعلموها حاجة حاجة، وعشان كده احنا عاملين الغرفة دي عشان التعليم. اللي عنده مشكلة، اللي عنده حاجة مساء يتعلم. الخير يا دكتور، اهلا، ازاي؟ ممكن مداخلة بس صغيرة لو سمحت، يعني بعد اتفضل إذنك. اتفضل. في كتير ناس كانوا بيتواصلوا معايا على الخاص عشان عايزين شرح مرة تانية للكلام احنا قلناه من امبارح، شرحناه. ايوه، وانا بقول لهم الدكتور هو اللي هيشرح، فانا مش عارف. حاضر، انا بس عايز اناقشك في كام حاجه ونشرح لهم. حاضر، تمام. يعني لو انت عايز تشرحها بنفسك مفيش مانع، تعال اشرحها بنفسك. والله انا انت صاحب مشكلتي انا، الفكره. يعني انت تعرف تشرح اكتر مني. انا ليه انت عايز افهمها؟ يعني انت تعرفها، عشان انت هتعرف. بص، الاثيريوم انا بعت لك فيديو بالاول دخلت فين، بص دلوقتي وصل فين، ايوه، على الاربع ساعات. ايوه انا فاكر، انا شفت الفيديو امبارح. ايوه، شوف دلوقتي وصل فين الاثيريوم، صح، عشمت الاربع ساعات او حتى الساعة. حاضر، على شمعة الأربع ساعات أو الساعة، لأن السبريد عالي. يعني شايف هنا هو كان بيتكلم، أنا بدخل على الربع ساعة على البتاع، بس في الإيثيريوم غير الطريقة لأن السبريد عالي قلنا، فلازم تشتغل سوينج. يعني مع إنه معاه طريق، ايوه، يعني هو السبب السوق بطيء. بالظبط. ففي حاجات، بص، في حاجات هو عملها لازم تبقى أنت أوير. عشان كده أنا مش راضي أشرح لك الموضوع لما أخد أبعاده منه، لان انا مش هطلع اقول لك هو بيعمل كذا 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 و انا يعني دكتور انا دخلت الصفقة وكنت يعني قلت هينزل كتير، يعني كان دايفرجز قوي فقلت هينزل كتير. تخيل انه بحساب الديمو دخلته، انا انت عارف ما عنديش حساب، وطلعني البروكر. طلعك مش عارف ليه، يعني ازاي طلعني انا مش عارف، مع انه ديمو. طبعا على مكسب طبعا، يعني حوالي 120 دولار. هو المفروض الصفقة تعمل 1700 دولار تقريبا، على 120 تقريبا طلعني. انت على فكرة خلاص انت اتحطيت كده في البلاك ليست. في الديمو ازاي؟ في الديمو هيطلعك. انت كنت ديمو ولا حقيقي؟ لا لا، ديمو دخلنا، انا واقف ما عنديش حساب، بس انا دخلت على حساب ديمو
قلت عشان اوري للدكتور انا دخلت فين وهيصل فين، وكنت مستمر في الصفقه. ففاجئت انه مطلعني مش عارف ازاي، انا اول يعني مش عارف ليه اصلا مع انه حساب دينو. انت تقفل لك كم حساب حقيقي لغايه دلوقتي؟ 2 لا 3 3 كل ما تفتح حساب يقول لك خد فلوسك وامشي. بس انا فاتح الديمو على نفس حساب الشركه اللي قفلتني. لا ما طيب يا ابو وليد، ما تفتح انت بقى، انت خلاص معاهم ابو وليد كده، انت اتحطيت خلاص. هو يقول لك ده بص، انت فاكر كان الدخول فين يا دكتور؟ كان في المنطقه دي تقريبا، في الشمعه دي، من اخر شمعه حمراء دخلنا فيها، من فوق من اولها. هاي. لو فاكر كان السعر تقريبا 2971. هاي. ده كان السعر عندي. بص دلوقتي وصل فين، يعني اللوت الواحد فيه تقريبا 1500 او 1700 دولار، ويعني خدت من امبارح للنهارده والسوق نايم. ده لو السوق، لو كان السوق فيه سيولة مش هتاخد معاك معانا كم ساعة. احنا بالظبط عند اللي داخل بيع يا شباب، احنا وصلنا خلاص عند هدف معين هنا في خط من الخطوط خلاص. يا الا لو انت بقى داخل من فوق. لا بتوقع هو خلاص، هو كده وصل، وصلنا بتوقع يرتد من هنا او تحت شويه كمان ممكن. اي السلام عليكم. جرب تفتح مع شركات امريكيه، جرب تفتح مع شركات موجوده في امريكا، ما تعمل اي المشكله ان هو السوريين بيتعاملوا زي الامريكان دلوقتي، ممنوع يفتح في اي حته، ما فيش دوله هتقبله. يعني امريكا انا لو عايز افتح في اي بروكر في تركيا في لندن في بتاع، ما فيش دوله هتقبله، لانه هو حاطين عقوبات سوريا تحت سيطرة الروس، يقول لك خلاص يبقى احنا هنفرز اي حاجة روس. هما الامريكان كده. ما في فتحة بتركيا يعني عن طريق شركة تركية؟ والشركات في تركيا ما بي اولا المارجن بتاعهم عالي، وهم عايزين يخسروا الناس في تركيا، ما فيش حد يعني، فبالتالي هو بيضطر يروح لشركات مش مرخصة اللي هي بتحتوي. لا لا اوعى، انا هنفهم الموضوع، اوعى يروح لشركة غير مرخصة، اوعى اوعى نهائيا. طب ما اصل الشركات المرخصة ما فيش حد هيقبله لو هو من سوريا وان شاء الله عايش في تركيا. ماشي، انا بصحه يتواصل مع حدا بالامارات هون، ما هو شركات الامارات تقريبا اخر بروكر كان اماراتي بيقدر، كان اخر بروكر فاتحه في الامارات والبتاع الامارات قال له خد فلوسك وامشي. المشكله انه احنا بتركيا اغلبنا الموجودين بتركيا ما فيش اقامات، يعني دخلنا بدون اوراق اصلا، ما معناش اوراق وقت الحرب، فمعنا ورقه بس حمايه مؤقته، ودي ما فيش بنك بيقبل فيها، يعني حد هنا ما بيقبلوش، بره هيقبلوا ازاي؟ اوكي فهي مشكلة. أنا بصراحة مش عارف أقول لك إيه، يعني هو طالما البروكر ما بيبعتش الأوردر للسوق وأنت بتعمل فلوس، بس خليك اتمرن. يعني أنا مبسوط إن أنت شغال على الديمو على أساس إن أنت لو وقفت وتقول طالما ما فيش حساب حقيقي أنا هبطل أستعمل الطريقة، لما تيجي مثلا تفتح حساب بعد كده هتبص تلاقي نفسك مش في المود بتاع السوق، زي كده واحد متعود يجري كل يوم 5 كيلو، لو قعد اسبوعين ثلاثة ويجي يقول له بقى اجري كده 5 كيلو تاني يوم هيقول لك انا مش في المود، تعبان، هيتعب. ده فخليك في المود، يعني تعامل لغاية لما نشوف لك حل وتفتح مع بعض. هو انا بعمل كده بصراحة، يعني ما
ما تقولش انا ايه اخرة الديمو او يعني جرب الطريقة، لان انت ممكن تفضل تعدل عليها وتجيب ارقام كويسة. طب هو كده، هو اصلا بيشتغل عشان التعديل. طب هقول لك يا ابو وليد، مش في شركات يا دكتور بتدي له حساب صح وهو بيشتغل معاهم كانه شغال في بنك او في شركات اللي هي الاف تي ام او، انا ما اعرفش نقطتها صح ولا لا. طب ما هو ابو وليد ممكن يشتغل في الشركات دي. اه صحيح، هما بياخدوا نسبة 50-50 على حسب هو ما بيتفق معاهم، بس كده هيعرف يكسب فلوس لحد ما يقدر يتصرف. وده مش ممكن يشتغل كده. هلا هو الشركات دي تقبل تفتح بدون اي اثبات شخصي؟ ما هو ايه بقى بصراحه يا ابو وليد، ما هي المشكله انه كتير بتتعامل كده. صح صحيح، بس يقبلوا انه مثلا يفتحوا حساب لواحد مثلا ما عندوش اثبات شخصي، مثلا باسبور او من بلده او اي حاجه من بلده. هنا المشكله برضو. هسألك انا في الموضوع دوت، لو 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 يقبله مش مشكله، هو انا بالعكس كده افضل. اه طب قلنا ممكن نعمل لك بكره في ابو وليد يعني بالحب يعني. والله يا ريت يا ريت اصير مصري. شو مصري اشتغل ايه؟ انت اشتغل اهو، الواحد بيعمل لك مصري. انا عشت بمصر 7 سنين يعني، انا فاهم ازاي يعني، 7 سنين عشت بمصر. والله البلد ولا من غيرك يا استاذ محمد. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك ان شاء الله. نشوف لك حل يا ابو وليد، نشوف لك اي بروكر. محمد والله الحل بسيط يا جماعه. ايه اتفضل. عندك طريقتين، تمام معايا؟ سامعني؟ معاك معاك، بسمعك بس بقفل الصوت مشان الصدى. عندك طريقتين يا سيدي. أول طريقة إن الدكتور يعمل حساب ويديهولك، تمام معايا؟ معاك معاك، بسمع اتفضل. بقول لك الدكتور يعمل حساب ويديهولك وانت تشتغل عليه، زي مثلا انا عندي 3 حسابات، فاهم قصدي؟ هو يعمل حساب ويديهولك بما ان العلاقه بينكم كويسه يعني. ف اما مثلا هو يحط جزء من الفلوس معاك يعني، يعني مثلا هو انت تحط نص الفلوس وهو يحط نص الفلوس وتشتغل انت على الحساب، او تحط انت الفلوس وهو يسحب لك باستمرار. ده حل، بس انا ما اعرفش راس المال اللي انت بتدخل بيه قد ايه يعني. الكلام ده مثلا لو راس المال ما يزيدش مثلا ايه عن 30-50، ان انا اكتر من كده ما اعرفش انت بقى الدنيا هتبقى بالنسبه لك ايه. 30 50 ايه؟ 1000 دولار. لا ما بيزيدش عن كده، انا ما بدخلش اكتر. انا كنت بدخل ب 25. انا اخر مره فتحوا لي ب 5000، برضه يفتحوا لي ب 5000 وبرضه خلاص مش يعني مش هتكمل. طب ما مش قصة، أصل 5000 ده مش رقم. إحنا يعني الحسابات إحنا نقدر نجيب لك حساب، بس أنت عشان الثقة وعشان تبقى مطمن أنا بقول لك الدكتور هو اللي يدي لك الحساب. يعني الدكتور يدي لك الحساب وأنت تودع فيه وتتداول عليه، وبعدين بعد ما عايز تسحب تقول له يا دكتور اسحب لي، وهكذا. ممكن تتشاركوا انتوا الاثنين مع بعض في الحساب عادي. والله انا هعمل لك الحساب، نتناقش مع اتناقش مع الدكتور الموضوع ده. انا اصلا عرضت عليه او قلت له لو تحسن تقدر تفتح لي حساب امريكا، قال لي عايز اجراءات وكده. هي من يعني اصلا مشكله، خد بالك برضو ان احنا عشان تفتح حساب في امريكا هتبقى 1 ل 50. انا قصدي ان انت حضرتك تديله حساب من معاك، مش انت عندك كذا حساب تقريبا. ايوه هو مش هتيجي غير كده، هي مش هتيجي غير كده. انا عندي تمام. هي مش هتيجي. الحل التاني بقى، الحل التاني بقى عشان الامان وتبقى قاعد مطمن، بس هي بقى ايه، ان انا اعرف اوصف لك الحساب بدون ما ايه اعرف اوصف لك الحساب. بس يعني طيب سؤال صغير يا استاذ علي،
هلا انتوا مثلا لما بتفتحوا حساب بمصر تمام مع شركه موثوقه، الشركه دي بس اكمل سؤالي، هلا الشركه هي لو كان مثلا في شخص غير مصري موجود. لا هو احنا ممكن نعدل الاي دي بتاع يعني مصر بس يعني بشكل نظامي والاوراق كلها كم بيفتحوا له يعني كوني مصر بس محمد تتخصص من مصر في الوقت ولا اصلا حديثك عفوا بعتذر بس انه حسب معلوماتي انه بمصر ممنوع الفرق الشركات بتداول وبيفتحوا بطريقه ملتويه على القانون خارج قانون مصر. بص يا سيدي انت حضرتك من مصر انت حضرتك من مصر ممنوع الشركات غير مرخصه من الحكومه مباشره ما عندهم تراخيص من مصر المركز. لا يا فندم لو ما فيش لو في تراخيص يا فندم الشركات مرخصه ومقرها في القاهره واخده ترخيص من الحكومه واي حاجه بتحصل يعني ممكن يتقبض عليهم هم نفسهم يعني هم لو عملوا اي حاجه في الناس يتقبض عليهم. عندنا هنا في مصر في كذا شركه. بص يا سيدي عندك شركه عالميه زي شركه اي تي اي تي مش عندنا احنا بس ده عند العالم كله فاهم قصدي فاهمني. اوكي عندك شركه اي تي معاها ترخيص استرالي وترخيص قبرصي وترخيص من شركات من جزر وحاجات كده معاها كذا ترخيص يعني تمام. وعندك شركه اف واي دي برضو مرخصة وتابعة ايه دي تبع يعني تبع مجموعة هنا في مصر دي مرخصة من الحكومة المصرية. المهم اقوى ترخيص اصلا عالمي اللي هو الترخيص الاسترالي. احنا دلوقتي بناخد ايه بناخد من بروكرات مش بناخد من البنوك مباشرة. انت طبعا كنت مع بروكر صح؟ السؤال انت كنت مع بروكر ولا مع بنك مباشر يعني بينزل لك مباشر؟ لا مع بروكر وعن طريق وسيط. تمام هون ما في الشركات التركيه ما حد صعب تقدر تشتغل معها. يعني مثلا علشان تدخل لوتو واحد يورو دولار التامين تبعه لازم يكون تقريبا 25,000 دولار اللوت الواحد. لا انا بكلمك على البروكرات العاديه هي بتاعتنا اللي هو البروكر عندنا البروكرات الموثوقة زي ما قلت لك كده اللي هو اي تي ده اكتر بروكر موثوق ده تقريبا كل الناس اللي هم شغالين انه تكسب. طب احسن معاك بس عشان انا الطريقه انا بعمل ايه انا بعمل ايه مثلا انا قلت لك انه الديل اللي بيعمله من فوق ده انا مش عارف اتحكم فيه. فانا مثلا لو عايز ادخل لوت بدخل بنص لوت مع بداية الشمعة ولما بيعمل لي الديل من فوق بدخل تاني. لو ما عملش ديل خلاص انا دخلت بنص الكمية وانتهى الموضوع خليه بقى يكمل. لو عمل ديل من فوق ادخل بالنص التاني يبقى كده خلاص هيكمل لتحت يعني ما عندوش اصلا حل تاني يعني ما فيش قدامه اصلا حل تاني. انا ولا مرة شفته انه يعني عمل مثلا ثلاث اربع شموع لفوق بعكس الدايفرجنس لما تدخل مع لغايه دلوقتي انا كده شغاله يعني ولا مره حصل العكس ولا مره يعني مثلا ممكن نقول 50-60 صفقه ولا واحده فيهم عملت عكس. بس الديل ممكن بس الديل يعمل ده اللي مش عارفين نتحكم فيه يعني. وده انا لقيت حل انه بدخل بنص كميه ولو عمل ديل طويل شويه بدخل بعزز بالنص الثاني وبياخد الاثنين مع بعض. بس هو في حركه بيعملها يعني غالبا بيعمل ايه بياخد لك مثلا دخلت بيع فخد لك نص شمعة حمراء ورجع طلع ثاني وصل لك مكان دخولك ورجع نزل بيعملها كده يعني مده حسب الفريم اللي انت داخله يعني مده ممكن ربع ساعه فانت بخليك تطلع. فده بيحصل لما تطلع تلاقي بعد كده نزل يعني شمعتين ثلاثة أربعة زي ما حصل بالأسيريوم بالضبط يعني 8 ساعات شمعتين يعني عفوا شمعة واحدة زهقني مكانه تسيبه خلاص كده أنا يعني فعلا بص نزل نزلة واحدة. بس هو قدامه مش حق يعني ما فيش حل تاني قدامه إلا ينزل.
محتاج بعض أسئلة. انا ولا مره مش لازم هتديني الحاجه كامله، انا مش قصدي يعني ان حاجه، لا بس هيبقى في اسئله عندي بحيث ان انا اتصرف ازاي لو حصل الموقف ده، لانه انا مش عايز اسيب الشباب يعني ما يعرفوش يتصرفوا، فاهمني يعني. ما هو هو يا دكتور اصلا اداره راس المال برضو مطلوبه، يعني ما ينفعش واحد لسه يجي يدخل فل مارجن. هلا هو في اماكن انا بدخلها فل مارجن بتكون مضمونه يعني نسبه ضمانها كبير، بس في حاجات تانية اشارات تانية باخدها. طب احنا هنتكلم في اشارات تانية عشان الشباب ما يقعدش يهوسك كل شويه يقول لك انت شرحت للدكتور انت، وهم هوسني برضو كتير، كل واحد يقول لي هو فين الشرح، الناس فاكره ان انا خدت الشرح وكتمت عليه، يقول لك هو خده لنفسه واحتفظ بيه لنفسه. فهو انا اهو انا بقول لك ادي يعني ناوي امتى نتكلم باي وقت يا دكتور انا معك باي وقت مثلا انت حدد اي وقت بتبقى فاضي امتى يعني المشكله انا المشكله فرق التوقيت بيني وبينك يعني فقط يعني مثلا بكره يوم الاثنين لا ممكن بس كده دلوقتي يوم الثلاث مثلا الموضوع ياخد قد ايه 5 دقائق 10 دقائق مش هياخد اكتر اصلا يعني كويس انت فاضي دلوقتي 5 دقائق 10 دقائق اروح على جهاز تاني ونعمل محادثه على جهاز تاني فاضي مش مشكله فاضي خلاص ماشي انا عشان بس نخلص من الموضوع دوت عشان كل شويه الناس بتتصل بيا وتتصل بيك عشان ايه نوفر على دماغنا وجع الدماغ ده ايوه رمضان ده عايزين نعمل فلوس ايوه ان شاء الله عشان الشباب يدعوا لك في رمضان تعبني اقسم بالله هطلع يا مش على لحضرتك ايوه انا هستفاد ايه من اليميش مش هاكل منه لله. طيب يا شباب شاهدني على اليمين والله طيب بحاول لك. انا هعمل حاجه ابو وليد انا هدخلك على زوم ميتنج حلو لان انا مش عايز اطلع الناس دي كلها فانا هدخل على زوم ميتنج من الكمبيوتر ماشي الشات يا شباب انتوا اقعدوا اتكلموا دلوقتي زي ما انتوا عايزين اللي عنده اسئله اللي عايز يدردش اللي مش عارف ايه وانا هخلص مع ابو وليد ولما اخلص وياه ارجع لكم عشان ناخد تساؤلاتكم ونشوف الموضوع دوت هيمشي ازاي ماشي ارجع لكم بعد شويه يلا معاك يا دكتور موضوع بسيط وسهل بس هياخد تعب منك فانا اتفقت وياه على حاجه لان في حاجات كثيره في شموع واحنا موضوع الشموع ده اتكلمنا فيه امبارح فلازم تبقى فاهم شموع في ديفيرجن اللي هو السعر يطلع لمنطقه اعلى بس الار اس اي ينزل مش نفس المنظر اللي طالع بيه بيكون نازل زي كده فهو دي بياخدها يعني لو بصينا شرط زي دوت من اوله لو انا عايز اخد بيع هنا هو شايف المنظر ده هنا هو الار اس اي هنا عالي وفي نفس المكان بس هنا هو الار اس اي في منطقة أوطى المفروض الـ RSI ده يبقى في نفس المكان هنا هو بس هو ما جاش في نفس المكان يعني القمة هي نفس القمة بس الـ RSI نزل شوية فدي بتبقى صفقة بيع ماشي طيب زي دي مثلا دي هنا ودي هنا هو ودي هنا ودي هنا السعر طلع أعلى من النقطة السابقة بس المفروض هنا الـ RSI يقول لك ايه المفروض اطلع لنفس المكان بس هنا لما بيكونش وصل لنفس المكان بيروح السعر نازل طبعا الكلام ده كل الناس عارفاه سواء قديمة او جديدة فانا اتفقت وياه على حاجة هو اشتغل على الموضوع دوت يعني هو اشتغل بعد ما شاف الفيديوهات بتاعت ابو عمر وقعد مع نفسه وقعد يعمل صفقات ويجرب يجرب يعني هو جرب الـ RSI 14 خلاه 2 هو بيجرب انه بيروح على الربع ساعة النص ساعة والساعة يعني هو بيخش الربع ساعة مثلا بيروح على الخمس دقايق يشوف وضع افضل على الخمس يعني
بيتنقل بين الفريمات ممكن ساعة ويروح رايح على الربع ساعة، ممكن على البيتكوين قال لك الكلام ده مش هينفع على الخمس دقايق والكلام دوت والساعة والربع ساعة مش هينفع لأن السبريد عالي، فبيروح على البيتكوين على شرط الأربع ساعات. ففي حاجات كتيرة هتحتاج تمرين منك. أولا شموع لازم تبقى عارف بتتقرى ازاي وبتدخل فيها ازاي، الديفيرجن تبقى عارفه، هتتنقل ما بين الفريمات، هتتنقل ما بين الفريمات لو امكن. فاحنا اتفقنا على شيء عشان بس ايه نختصر المسافة، ولو قعدت انا اتكلم وهو قاعد يتكلم من هنا للصبح انت مش هتنفذ اللي احنا هنقولك عليه. فهو الاحسن تعمل ايه يعني اللي انا شايفه بالتجربة، ان حضرتك تفتح ديمو صغير ماشي، وتاخد الصفقات اللي احنا قلتلك عليها فيها الديفيرجن دي وتعمل الصفقات وتبعتها لنا هجمعها انا، ولو في مشاكل لو والله لو كسبت قول لنا كسبت، ما كسبتش ابعت لنا سكرين شو يعني خد صورة كده من تليفونك وابعتها لي عشان نناقشها انا وهو، اقول له ده فلان فلاني ده دخل هنا بس ما نفعتش عليه راح طالع كان المفروض يعمل ايه، لان كده هو انت هتتعلم الصفقة دي ما عملتش الصفقة دي عملت الصفقة دي. فمطلوب بس من حضراتكم يومين او يوم تعملوا الصفقات دي وتبعتوها لنا عشان تتعلموا، لان انا لو قعدت اشرح انا عمال بشرح على الفيديوهات بقى لي 3 سنين 4 سنين والناس برضو ايه بتقول لي انا خسران وما بيشوفوش وبتاع، فمهما اقعد اشرح لك وهو هيقعد يشرح لك لو انت ما نفذتش بايدك واكتسبت المهارات بايدك مش هتنفع، ولازم تشوف حساسيه السوق بايدك. وهو المحاضره بتاعت الشموع متسجله يا دكتور ولا لا؟ بتاعه الشموع تقريبا بس ما نزلتهاش يعني، بتاعه الشموع متسجله وفي حاجات كتيره زيها في الشموع قبل كده برضو، لان الشموع لوحدها هتديك اتجاه وتخليك تعمل فلوس، لو الار اس اي برضو مظبطه والديفيرجن هتعمل فلوس، ويا سلام بقى لو معاك خطوط كمان يبقى هتعمل فلوس اكتر، يبقى العربيه معاك مظبطه بنزينك وعجلك والاير كونديشن والبطاريه والستارتر بتاع كل الحاجه دي مش هتلاقي مشاكل، لان انت لو عندك دلوقتي اشتغلت وعندك خلل في معاك كل حاجه فانت معاك، ما عشان كده الفيديوهات كامله كل حاجه بيقول لك حاجه ازاي بتتشك الموتور ازاي بتشك البنزين ازاي بتشك كذا، فالحاجات اللي انا بتكلم فيها دي الشموع احنا قعدنا نتكلم يجي ساعتين امبارح على الشموع، الشموع دي لوحدها ممكن تعمل لك فلوس، بس الشموع دي مش هتعمل لك فلوس لو انت خدت شموع بس بنسبة 80-90%، بس انا عايز اخليها 95-99 اعمل ايه؟ فانا لازم اجمع الحاجات التانية ادارة رأس المال، ما افرض انا دخلت بيع هنا هوت والسعر راح طالع ضربني خالص، فانا مفيش ادارة رأس مال حاجة بايظة، طالما حاجة بايظة عندك يبقى ما الحساب ممكن يحصل فيه خلل. فلو سمحتوا انتوا فهمتوا يعني ايه دايفرجن دلوقتي، تشتغل على ربع ساعة ما لقيتش الربع ساعة ممكن تشتغل على النص ساعة الساعة ومن الساعة ترجع على الربع ساعة، تحط RSI 14 ممكن تحط 2، بيتكوين تغير لو ناس بتشتغل بيتكوين او ناس تشتغل ايثيريوم، تكبر الربع ساعة تخليها 4 ساعات لان السبريد ده عالي. انا عايزك تقولي المشاكل اللي هتقابلك ايه، لان انا دي الحاجات دي انا هناقشها وياه ومنه انتوا هتتعلموا اسرع، يبقى انت حسيت، لكن انا لو قعدت اقول لك هو دخل هنا باي هنا دخل سيل هنا مش عارف ايه هنا ايه هنا ايه، هتيجي تطبق لي تقول لي ما مشيتش، انا بقى عايزك تقول لي ايه اللي ما مشاش وياك عشان نقول لك انت خلي بالك انت عملت دي كده غلط كنت لازم تاخد بالك من كذا، والكلام بقى يجيب ايه كلام. فدي بس ايه دلوقتي انتوا عارفين يعني ايه ديفيرجن دلوقتي اللي هو السعر. دكتور لو سمحت ايوه
لو سمحت معلش بس دقيقه. الحين انت الكلام اللي هو بيتكلم مثلا يقول اخذ 50 صفقه 60 صفقه الموضوع ده فرز. طب احنا معروف ده فرز يعني سيره مساله الشمعه تكورها ويكون فيها زخم. انا ما اعرف هل هي حتكمل او ما حتكمل. يعني انت الان على الكلام اللي انت محطوط تعال في اليمين في دايفرس عندك هنا الشمعة كملت صعود. طيب انا لو جيت اخذت من الشمعة الحمراء شايفها اللي هي اخر ثلاثة شموع فوق من اليمين. طيب هنا الكلام الشمعة هي اللي تحدد الزخم ممكن يكمل حتى لو كان الار اس اي نازل. انت ما تعرف هذه هي الشمعة اللي هي حيكون فيها النزول او لا اللي هي انت بتتكلم عن الشمعة دي. ايه الشمعة اللي في اليمين هنا اللي هي دي لو تقدر تأشر ايوه اللي قبلها الحمراء لو تلاحظ في نزول. طب احنا عارفين بس هو ايش الآلية اللي بيعتمد عليها الشمعة انها هذه الشمعة كملت معروف انه لما يكون اختلاف في الصعود بين المؤشر والسلوك السعري السعر يكون فيه هبوط. بس متى يحدث الهبوط؟ ممكن الشمعة تسحب معاك ثلاثة أربعة شموع. ما أيوه هو بيقول أنا أخذ النص صح ولا لا؟ أخذ النص ولما تكون ذيل أخذ النص. يعني هذه الآن الشمعة أخذ النص طلعت ثلاثة أربعة شموع كمان كملت فوق. ماشي. هل أنت دلوقتي بتتكلم على حاجة واحدة اللي هو الديفيرجن بس؟ هل أنت فاهم شموع؟ ايوه عارف الشموع. عفوا يا دكتور معلش اتدخل شوي. كلام الاخ كثير صحيح. هو احنا عشان هيك ما بنشتغل غير على الار اس اي 2. انت لو تشتغل على الار اس اي فوق 2 هيدخلك ويصير حساس. يا اخي محمد لما اقول لك الكلام على 2 يكون حساس ممكن انا بوصل لك الفكره. انا قد جربت من ايام عندي اسهم امريكيه جربت 3 جربت 4. انت لما تتكلم على 2 تكون شديد الحساسيه يعني ممكن اي انعكاس يكون هبوط قوي. صحيح هو احنا هذا انا اصلا اللي بدور عليه انه يكون حساس جدا وبيمشي بحركه الشموع. هو خلاص قال لي هون الزخم انتهى. طبعا ليش نحن بنقول لازم تتدرب عليها؟ لما تتدرب عليها انت لوحدك. انا اول شيء نفس الكلام صار معي ادخل قبل بشمعتين وياكت علي شوي بعدين ينزل تمام. بس من خلال التجربة والشغل وكثرة الصفقات عليه صرت أعرف أدخل مباشر بالشفاء الحمراء. وهذا الكلام قلت له للدكتور لازم يمارس فيه شوي. يعني بده شوية تعب منك وجهد وتنفذ صفقات عليه كثير. يعني أنا حاليا بنفذ لك صفقات عليه تمام 90% من الصفقات بتكون دخولي مع الشمعة الحمراء. ليش هذا اجي؟ انا قلت له الدكتور هذا انا مش عارف اشرحه. يعني شلون اشرحه ما بعرف. هذا خلينا وصل التمرين. بس انا لو اشتغل على الاي اس اي 14 و8 ما راح اعرف اي شمعة. سؤال تاني. طب يعني خلينا نتكلم على رقم السبعة. هي المشكلة ان انت عندك شمعة كبيرة وما انتش عارف هتبيع في انهي نقطة وممكن زي هذه اللي انت مشهر عليها دكتور مثلا فيها زخم صعود مثلا شمعة مجهود يعني ممكن كانت تكمل فوق. ما انا جاي لك شايف اصلا الدايفرجنس تشكيل الدايفرجنس اصلا هو على الشمعة بالضبط. انا بوصل لك المعلومه الان خلينا من الشمع اللي احنا تكلمنا عنها. الان احنا نتكلم على الشمع اللي المؤشر عليها هذه شمعه مجهود فيها زخم ممكن احتمال كبير تسوي شمعه مثلها او تاخذ 50% منها صعود فوق. فهمت ايش القصد؟ يعني انا الاحتمال اللي انت حاطه مستحيل. ده عن تجربة. لو هتشتغل على الار اس اي 2 مستحيل يحصل معك. مستحيل حتى لو كانت مش شمعة زخم. حتى لو كانت ايش لما يعطيك الار اس اي 2 انه خلاص هون يعني صار هاي الشمعة صعيد زخم موقعي. هذا وهمي.
خلينا احكي لك شيء. الشمع اللي قبلها قبل الشمعة الكبيرة المجهول بس خليك معايا بس وبعدين قبلها في نفس الشمعة دي. انت عايز جواب على الشمعة دي انا ليه دخلت دي؟ هو اصلا بص الدكتور مش حاطط الارض. ما انا مش حاطط انا بس بوري لهم الفرق. احنا بندور عليه ده بيخدع. هنجيبه حاضر بس انا بوريك. لو جبت الار اس اي 2 ووريني قول لي فين هيطلع فيك شمعة. هو هي في السؤال على فرق وعلى فريم صغير طبعا. يعني محمد انا فكره حلوه يعني انت اللي بتقصد بيه انه فريم خلينا من الفريم. احنا بنتكلم على موضوع الار اس اي 2 ممكن يكشف الشمعه. هل هي لو كانت شمعة مجهود هاي حيكون مجهود حقيقي او غير حقيقي كاذب؟ ايوه بالضبط هو ده اللي انا بقصده بالضبط. فهمتك حيكشف لك بالضبط الشمعة اخر شمعة طلوع بالضبط. الفريم 5 دقائق ولا ربع ساعة ولا نص ساعة على اي فريم انت عايزه بس هو الفريم. يعني مثال انا بشتغل على الذهب. الذهب ضبط معايا فريم ربع ساعة عليه بيديني فرص كتير. تمام اما البيتكوين لا. البيتكوين انا ما ادخلش اقل من 4 ساعات وفوق. 4 ساعات يومي او حتى ما ادخلش عليه عشان ده الديل بتاع الشمعة اليومي ممكن يكون قلت لك يعني ممكن يكون الديل بتاعه $800. انا الديل ده ما اعرفش قد ايه بس هي حمراء هتيجي حمراء مش هتيجي خضراء. بس اي شمعة حمراء بتترك ديل. فعشان كده انا ببعد عن البيتكوين. اما او لما بدخل بكون حسابي يتحمل بدخل مع بداية الشمعة اليومي ولو عمل لي ديل بدخل تاني بس يكون حسابي يتحمل $1,000 اللي هيعكسها عليا. وغالبا انا ببعد عنه. انا بروح على فرمات صغيرة زي ربع ساعة مثال على الذهب. مهما كان الديل مش حيكون الديل عليك اكثر مثلا من نقطة او نقطتين. اما كل ما كبر الفريم ممكن الديل يعمل لك مشكلة اكثر. كل ما صغر الفريم الديل بتاعها مش هيأثر عليك. انت ما قبيل راح تاخد شمعة شمعتين او ثلاثة. انا اول يعني بص اهو ده الفيرجنز واضح. بص الفيرجنز واضح قدامك بالنص كده. بيقول لك انا خدني بيع على طول اهو بالنص واضح. يعني بالعين واضح. شوف لو داخل بالشمعة الحمراء هتعرف ده اخر الزخم. يعني لما تجرب شوية هتعرف دي اخره. لا هتدخل الشمعة دي على طول اللي بعدها. انا وريته صفقة للدكتور بعتها له انعكاس زيرو وعلى الاربع ساعات دخلت. تمام وصل ده ثلاث شموع اقل حاجة. لو ما ردتش بص هو هبط قد ايه بس انت لو مش عارف تكمل واقتنعت من الارباح خدت شمعتين ثلاثة. عشان كده بندور على حركة سريعة. ازواج تكون فيها حركة سريعة وفرومات صغيرة. السبب الديل فقط. انا بالنسبه لي بدور على كده عشان الديل بس. عشان خلاص انا بقيت من خلال التجربه صرت عارف وين هدخل بالضبط اي شمعه. هلا الجديد بنقول له اتدرب على ديمو ليه لما يتدرب هيعرف يدخل بالضبط فين. يعني هذه الشمعة انت استنيت الى تكون بعد الشمعة الخضراء تكون الشمعة الحمراء. ايوة انا داخل على فريم الربع ساعة وشفت خلاص ده اخره مش عارف يطلع. يعني فبستنى الشمعة تخلص. اول ما تفتح شمعة جديدة بقوم داخل. لو عملت فتحت الشمعة الحمراء اخذت صفقة صح؟ ايوة مباشر. لو عمل لي ديل لفوق شوية طويل بدخل تعزيز تاني وبينزل مش هيكمل هينزل. بص انت هتقول له كده يعني لما عمل لك ديل طويل خد وقول له انزل هو هينزل. معلش يا محمد ده مش حل تاني. ما هو وقت لما انت بتدخل في الشمعة الجديدة وانت بتقول لو طلع الديل طب الار اس اي لسه ما اتكونش بيطلع معاه بالديل فوق بيطلع. لا 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 ما بيتكونش معاه. انت هتطلع بص ليش نقول جرب. لما تجرب هتشوف بعينك ايه اللي بيحصل. هتشوف مثلا هو التاكل بالشمعة الخضراء ما ادخلش بالشمعة الحمراء. عشان كده يا جماعه انا قلت لك خد صوره واعملها. وبعدين انا في بدايه قبل بدايه الكلام خالص انا اول يعني انت بتدرس طب تاخد نظري بس النظري مش زي العملي. لما تيجي على العملي هيبقى في امور كتير هتوضح عليك اكتر بالظبط. وبعدين انا قلت لك اول طيب معلش لو استنينا اسمعني بس انا قلت ايه في الاول. الموضوع مش ار اس اي بس ومش موضوع شموع بس. لازم تبقى مظبط العربيه كلها
بنزين وإزاز ومية وكله وعجل كل عشان العربية تمشي. لو في خلل واحد مش هتمشي العملية. هو الأخ أنا عرفت هيقول إيه. الأخ عرفت هيقول هيقول طيب نستنى يعمل لي الدبرج الوقت. ممكن وواحد تاني وواحد تاني هيجي يقول لك ايه ما هي ادي شمعه اهي وراح مكمل وراح مكمل راح مكمل. بص اقول لك حاجه, انت لو داخل بعكس الزخم تمام يعني انت لو الترند بتاعك طالع وانت داخل عكسه هو اصلا هيجي شمعه واحده هتاخدها وتطلع. لو انت داخل مع اتجاه اقعد استنى مشكله خد الشمعه اللي بعدين مش مشكله اتاكد 100% وادخل. دي بقى هتيجي بالخبرة مش أكتر يعني التجربة والخبرة هتيجي معاك غير كده مش هتيجي معاك من الآخر يعني. لازم لو أنت ماشي عكس ما تمشيش عكس الزخم إلا لما تتمكن. لازم تظبطه حاجات كتيرة يا شباب. الموضوع بس مش RSI بس, هيبقى فيه شموع لأن أنا ممكن الناس بتوع RSI أنا مش عارف والسوق بيتحرك هيطلع, لكن الناس اللي هي كان ويانا امبارح في الشموع هيقول لك آه الشمعة دي خضرة احتمال يكون ايه الشمعة دي يجي بعدها زرقة تاني ويفضل مكمل. الناس دي هتقول لك لا انا هسيبه اشوف اخره فين صح, بس هو حاطط في دماغه ايه انه لو دول خسروا الخط ده هيدخل بيع. فيبقى هو دلوقتي عنده الار اس اي السيت اب بتاع ابو وليد, الحاجة التانية الشموع نازلة فهياخد الصفقة دي وهتبقى زيرو انعكاس. عرفت انا ليه بقول لك ظبط الدنيا كلها, اداره راس المال والشموع واداره راس المال حاجات كتيره لازم تتظبط. انا لو قعدت اشرح يعني انت هتعرف ازاي اعمل لك مثال قدامنا بالنص. بص الار اس اي طالع فين والشموع بتاعته فين. لو جينا لقدام القمه الثانيه بتلاقي الار اس اي لسه متاخر بس مستوى الشموع واحد أو تقريبا واحد. فهنا انت عارف خلاص الزخم بتاعه بدا يعني ينتهي. دي اول حاجة بتبان عليك يعني تقارن الشموع مع القمة. تيجي تاني انا اعرف ازاي اعمل الديفرجنس لما اراقب مع بعض الاقي الشموع وصلت كده ويعاني لسه لما تطلع الشموع اكثر لسه على الار اس اي قليل. ده هيكون قوي جدا. هو اصلا ده قوي. انا بص النزول اللي عمله قد ايه. ما انا بقول لك انت لو مظبط الدنيا كلها المفروض تدخل في نص الشمعه دي. لو ابو وليد هيدخل في بدايه الشمعه دي انا ادخل بنظام الشموع في الشمعه دي لان عندي حاجتين الار اس اي والشموع والباير خلاص اختفوا فالموضوع سهل بالنسبه لي. خلاص الناس اللي حضرت موضوع الشموع امبارح هتعرف انا بتكلم على ايه بالظبط. فعشان كده بظبط. ايوه يا دكتور هي كلها على بعض جايه صفقه جاهزه. ما انا بقول يعني هي باينه بالدايفرج اهو الاثنين القمتين دول خلاص باينين اللي بعدهم جاي بيع الشمعه الباي السلو اقل يعني خلاص الباير مفيش مش موجودين بداوا اهم يقلوا الشمعه جايه قويه كده اللي واخدها بيع. ما انت لما تبقى حافظ الشموع وشايف الدايفرج خلاص الدنيا مش هتبقى صعبه قوي. هو ده انت جبتي من الاخر الكلام ده اصلا يعني قوه الملاحظه والمقارنه دخلت صفقه ملهاش حل. ويا سلام بقى لو عندي خط افرادي بقى يا سلام لو عندي خط كمان من اللي احنا حاطينهم بتوع الاحصاء هنا اهوت يبقى الدنيا متظبطه خالص خلاص. فيعني عشان كده بقول لك ظبط الدنيا. فالتظبيط ده هيجي ازاي بقى؟ بالممارسه بايدك. حضرتك تبعت لنا الصفقات او حضرتك تبعت لنا الصفقات تقول والله انا هشتغل على الار اس اي 15 دقيقه الساعه كل ما تفتح صفقه على الديمو خد لي صوره ان عملت فلوس خد لي صوره ان هي عملت فلوس عشان نشوفها. الشباب كله هيبعت ماشي. ابو وليد مش لو لاحظنا بقى الشرط هنشوف ان الار اس اي ماشي طبيعي مع الهبوط كقيمة او كعام ماشي معاه نظام. ليش هنا عمل كده؟ ليش هنا بالظبط عمل كده؟ ما عملهاش يعني بص كده ماشي. طبعا لازم يكون في قوة ملاحظة بالشموع انه انا مثلا الشموع اشوفها ماشي ازاي برضو لو ماشي بشكل عرضي بطيء يعني صغير انا بستنى مش داخل
زي هتيجي بقى دور الشموع هنا، يعني هنا دي شمعه جواها شمعه، يبقى انا مستني ايه الكلام اللي احنا قلناه امبارح؟ لو هي الشمعه دي جوه الشمعه دي بيع. بيع. ايوه اللي هو الانسان. ايوه اول ما هو اصلا احنا دكتور احنا ما يهمناش دول اصلا، احنا داخلين بيع قبليهم، احنا سابقينهم اصلا، افرض داخلين بيع قبليهم بثلاث شموع اصلا. ما افرض واحد فاتته الصفقه دي وعايز يدخل في الصفقه، يجي يقول لك انتوا داخلين يا جماعه في البيتكوين، طب انا ما كنتش موجود ادخل. والله فاتته ما يدخلش، استنى ما هو ما هي بقى انا لو فاتتني ما بدخلش. انا فايدتي ان هو ان انا بطلع لك فرص مش شرط، لو فاتتك دي ممكن عندك فرصه تانية بتدخل هنا اهو، وهي فاتتك دي ودي. حتى لو الدايفرجنز، حتى لو الدايفرجنز مش واضح عليا، يعني اقل حاجه 90% ما ادخلش، لازم يكون واضح اقل حاجه 90% عشان ادخل. طب انا مش عايز حتى الانعكاس الكبير، انا مش عايز حتى اعصابي فيه، اعصابي هتبوظ. طب ما كنتش معانا في الصفقه، فرصه قويه مش هدخل. خلصت على كده، انا برو بتفرج، راحت فرصه هتيجي وراها 100، ما خلصتش الفرص يعني. طب واحد فات اما ادخل واكون جوه واعصابي بايظه ومش عارف اعمل ايه، هخسر واطلع. طب ما كنتش في دي وما كنتش في دي، يعني الصفقتين دول فاتوا مني، الماركت اداك فرصه تالت اللي هي ايه؟ حكايه الشموع اللي احنا قلنا عليها دي برضه. انا بالنسبه لي الشموع لوحدها يعني انت عندك ثلاث فرص، يعني عندكم ثلاث فرص هنا هوت للبيع، سواء ابو وليد فرصه الار اس اي، الشموع ادي فرصه ثانيه، الانسايد بار عندي فرصه ثالثه، السيت اب بتاعنا اللي احنا قايلين عليه ادي فرصه رابعه، يعني كذا حاجه. عشان كده بقول لك ظبط الدنيا الاول معاك، والتظبيط ده مش هيجي الا لما تتداول بايدك. وريني الخلل اللي عندك عشان نعالجه. انت يا رد دكتور تجيب لهم مثل برضو على القاع، احنا واخدين هناخد بيع. طيب لو صفقه شراء، يا ريت لو في شرط كده صفقه شراء تكون واضحة، يعني هو باين اهي قدامنا اصلا. حد يختار اي شمعة؟ لو ابتدينا من هنا احنا عايزين ناخد شمعة شراء. هنا مش باين اوي، ده فريم كام يا دكتور؟ ده الساعة، عايز ربع ساعة اهو. لو دخلنا ممكن نلاقيها ربع ساعة، ما نلاقيهاش على الساعة يعني. لان انا متأكد هيجي واحد يقول لي ايه، انا دخلت اهو هنا هوت وراح نزل عليا كل ده، هتحصل. انا عايزك توريني بقى الحاجات اللي هي ايه الخلل اللي عندك، يعني مثلا ايه، هيجي واحد يقول لي اهي نزلت والسعر ده هنا واشتريت دي، ده مش دايفرجنز اصلا. ما هو ماشي، ما انا عايزين نشوف بقى الكلام دوت لما هو يعمله. هقول له حضرتك الكلام ده، احنا انت قاعد مستني حاجه معينه هنا، الشموع وكذا وكذا ودوت مش كذا، ليه مش الطريقه بتاعت ابو وليد، لازم هو يشتغل بايده. عشان كده هو مش هيعرفه الا لما يشتغل. يدور بربع ساعه ما لقاش، يدور بربع ساعه هو هيلاقي وقت، او مش هيلاقي الفرصه، يا اما بدايه اما بدايه، مستحيل ما يلقاش. موجوده يعني. انت خد منك اسبوع صح ابو وليد؟ والله انا دكتور اسبوع كامل بجرب على حسابي، كل يوم اقل حاجه بدخل 20 صفقه، اقل يوم بتمرن عليها وبيحصل اخطاء، وليش حصل معايا كده، وبراجع لغايه ما ايه خلاص بقيت يعني بالنظر مباشر عارف. اما فورا على حساب حقيقي لا، بكون بكذب عليك. على حساب تجريبي جربت، لما نجحت خلال اسبوع نجحت معايا عطت نجاح كويس، بدأت أدخل على حساب حقيقي نفس الكلام، ديمو والحقيقي نفس الكلام. خلاص الكلام، هو تعب على نفسه يا شباب، وقعد اسبوع يجرب ولغايه لما ظبط وخد حساسيه السوق. عشان كده انا بقول لك ايه، خد حساسيه السوق. مهما افضل اقول لك، مهما اقول لك، وامبارح شرحت الشموع، ولو انت ما طبقتش بايدك وجيت تقول لي ايه، ما هي طالعه هتيجي تشتري، هقول لك اه انت اشتريت دي المفروض يعني طالعه. انا يا دكتور انا بستعمل الدعوم والمقاومات حتى اطلع من الصفحه، مش عشان ادخل كمان. ما هي دي ابو عمر قال كده، قال دي ضامن، انت بتصرف بتدخل عندها.
انا ما بدخلش عليها ابدا مقاومات ولا بهتم فيها، بهتم فيها عشان اعرف انا وين اطلع من صفقتي اخد اقصى مكسب ممكن. بس غير كده لا ما بعتمدش عليها عشان بتكون وهميه اصلا، المقاومات اغلبها وهمي. فعشان كده لما بتدخل صفقه وانا عايز اطلع منها باقصى مربح بعتمد عليها عشان ايه؟ مثلا هنا اخر دعم لي او اخر مقاومه هنا لازم او قبليها بشويه، وانا اتفقت او ممكن اخد شمعه شمعتين واطلع حسب ما اشوف مكسبي، وانا اتفقت او حسب اعصابي يعني. واتفقنا على الاتي، ان انت بترسم الصفقات وهو لو عنده وقت هياخد صوره سكرين شوت ويبعتها في الشات عشان برضو انتوا تتابعوا الصفقه دي اللي عملت فلوس، الصفقه اللي دي ما خسرت يعني، هو لو وقته يسمح هيبعت. محدش يكتب له على الخاص لو سمحتوا. احنا هنجمع الاسئله كلها ونعمل لقاء زي دوت بعد يوم او اتنين لما يتكون عندنا مثلا 20 شارت 40 شارت، وناخد الصفقات وهو يحلل انا ما خدتش دي ليه، انا احلل دي ما خدناهاش ليه، ونشوف وكده الناس تستفيد. لكن جاي ما انتش عامل الواجب ولا جاي اي حاجه خالص ولا عارف اي حاجه وهتيجي تقول ما هو لو حصل لو طلع، طب انت جربت بايدك وشفت الكلام دوت، احنا عايزين نورينا الكلام دوت، المشاكل اللي قابلتك ايه عشان نناقش. لان انا هنا اهوت انا ممكن الشمعه دي الار اس اي ده كان هنا اهو في اللحظه دي، وبعد الشمعه ما انتهت لقيته هنا اهو، انت مش عارف ايه اللي حصل بالظبط. فانا عايزك تشوف الموضوع بنفسك، تحط نفسك كده بالظبط. تمام يا دكتور ايمن، لو سمحت لو ممكن سؤال. اتفضل. انا اسال محمد، هو اي انواع الدايفرجنس اللي بتعتمد عليهم؟ كل انواع الدايفرجنس ولا في حاجه معينه؟ لا لا كله كان الدايفرجنس على الار اس اي او كان على الشط، اي واحد منهم باخده. بس طبعا كل واحد حسب يعني الصفقه بتاع، يعني واحد بيكون قوي واحد بيكون لا، ده انت هتكتشفه لما تدخل صفقات بنفسك، هتكتشف الدايفرجنس لو كان مثلا على الار اس اي اقوى ولا الشموع اقوى ولا ايه الكلام بالظبط. وادي في واحد من الشباب حاطط انواع كتيره من البتاع، فلو سمحتوا عشان بس يعني ممكن مره تلاقي بقى، معلش ممكن مره تلاقي الار اس اي قمتين مساوات بعض، بس الشموع واحده اعلى من واحده، ده دايفرجنس واضح اصلا، مش عايز كلام ادخل فيه على طول. بس ده ممكن ما يكونش قوي. ليه؟ عشان هو الشموع لما يعطيك الار اس اي دايفرجنس وكل ما كان بعيد عن بعض اكتر هتبقى الفرصه اكبر. فهمت قصدي فين؟ فهمتك يا اخي، شكرا. فلو سمحتوا جربوا، لان احنا داخلين دلوقتي على حوالي ساعتين تسجيل، والناس بتتضايق لما بيبقى الفيديو طويل. ف اللي حضر من نص السكة ممكن الفيديو هينزل بعد 10 دقايق ولا ربع ساعة، ابقوا شوفوه من أوله لآخره، راجع الكلام اللي فيه وأنا قلت إيه، وبعد كده طبق، والسوق هو المفروض يفتح بعد شوية. الصفقات بتاعتك ابعتها في الشات، يعني لو عايز تبعتها في الشات ابعتها في الشات مفيش مشكلة، وإحنا نراجعها أسهل لي إن هي تبقى كلها على الشات، محدش يقعد يبعتلي على الخاص أو يبعتلي على الخاص، عشان نجمع الصور دي كلها ونناقشها وياه. الصفقة دي ما عملتش فلوس ليه؟ طب نتفادى الموضوع ده ازاي؟ والناس ايه تكتسب خبرة، لان انت قاعد تتفرج علينا ما انتش عارف ايه اللي بيحصل بالظبط، مش هتستفيد. انت لازم ارميك في البحر واقول لك عوم، ساعتها انت هتتعلم. دكتور انا بس كلمة اخيرة يعني اقولهم للشباب الموجودين كلهم، والله العملية دي لو اتقنتها وتدربت عليها كويس، اول حاجة هتدعي لي، تاني حاجة هتعمل فلوس حلوة، وهتدخل وانت مطمن ومش خايف من حاجة. انت مع الشموع داخل احمر احمر اخضر اخضر، بس تدرب عليها واتقنها. يعني انا ما باخد، انا بالاول حط خطوط كده، انا لا ما بحطش خلاص، على النظر بقيت اعرف ان هنا هدخل هنا لا، اتدرب عليها وشوف هتعمل معاك يعني نتائج بصراحه ملهاش حل. لازم تمرين يا شباب، يعني ما تدخلش الا لما تكون الفرصه واضحه عليك، مش واضحه خلاص سيبها، حتى لو كانت فرصه ما خدتهاش خد اللي بعدها مش مشكله. فرص
فرص كثير جاي. فرص كثير جاي. وان شاء الله. اخ محمد سؤال استمع دكتور ايمن. انت بتعمل ايه لما يكون عندك دبل دايفرجنس؟ في دايفرجنس في دايفرجنس. الحالة دي بتعرف ازاي ان الدايفرجنس هو الاصل هو الصح؟ ما فهمتش السؤال بتاع معلش لو قبل ما السعريين عكس بيعمل اثنين دايفرجنس يعني اثنين بولج دايفرجنس بيطلع مثلا على 70 ويتم هابط شوي بعدين يطلع بعدين فهمت عليك انا باخد اثنين مع بعض بتعمل بدخل في اول واحد وبخرج باخد شمعه منه انا التجربه بقى يبان عليا بصراحه ده قصه ثانيه بقى يعني محمد بيقول لي شمعه المجهود الان اللي ماري يعني المارس عملي شمعه المجهود الان اللي سايره كسرت القمه اللي في السابق والان نفس الار اس اي واصل ذروه الشيره فوق طيب هل أنا استني الآن إغلاق هذه الشمعة وانتظر هبوط الآن الساوي فين على الشرط الآن اللي حط محطوط الصورة الآن على الشارع بس ما في دايفرجنس لسه ما صار أنا عارف بس أنا أنتظر بعد تكون الشمعة الجديدة ولو انحرفت الآن الساوي شيء بسيط يبدأ يتكون ما نعرفش الا لما ينتهي هنا يعمل لي قمه ويبدا ايه يبلش يشكل القمه الثانيه هنا انا اعرف بس من دلوقتي اعرف ازاي مش باين عليا حاجه ممكن ده يكمل لفوق هو باين الزخم خلاص وممكن يعمل لك ايه هنا انا اقول لك ممكن يجي الارس اي تلاقي نازل جامد بس السعر واقف محله ده قصه زخم بقى ده الزخم ده طريقه ثانيه بالعمل يعني مش وقتها دي حاجة تانية دي أنا باخدها صفقة بس على غير حاجة بقى لو ممكن دي طريقة تانية دي طريقة تانية نشتغل عليها طريقة تانية دي احنا مشتغل دلوقتي نشرح طريقة معينة اللي انت بتقول ليه صح بس دي في طريقة تانية ده مش عارف يعني مش بس عارف سوي في حاجة تانية انت لو لاحظت بص ممكن تلاقي لو الزخم قوي في دايفرجنس هتلاقي الارس اي 2 ينزل تمام بس السعر تلاقيه واقف مكانه حاجه بسيطه جدا ده نازل ياخد زخم ويكمل مش هينزل انتوا يا شباب بتنسوا القاعده الاولانيه اللي انا بقولها ليه مليون حاجه لازم تتظبط انتوا مركزين على ده طلع وده ما نزلش وفي هنا انا بقول لك مليون حاجه لازم تتظبط هو انت لو جيت قلت لي يا صديقي مش متظبطه هي دي حاجه واحده هي دي اللي هتعتمد عليها انا بقول مليون حاجه لازم تتظبط في وسط الشرط كده الار اس اي بينزل قد ايه والشمعه صغيره السبب ايه ده ممكن يكمل معرفش انا بس ممكن ياخد شويه كده ينزل تحت شويه ياخد زخم ويكمل فوق معرفش بس انا مش دخلتي هنا مفيش دايفرجز عندي مش فرصتي دي اصلا يعني استنى لما تيجي الفرصه لان انا متاكد هيجي واحد يقول لك اهو ادي شمعه اهي وادي شمعه اهي دايفرجن انا دخلت ومش عارف ايه هتقول له ده مش ده لازم تعملها بايدك طب في اهي واهي وراحت نازله عليا طب هعمل ايه قلنا مليون مره مليون حاجه لازم تتظبط ما هو ده بيع دكتور عفوا انت لما يعمل لك قمم انت دايفرجنس انت هتاخد بيع مش هتاخد شراء مش معقول تدخل بيع شراء عفوا والقمم فوق بيعمل لك قمم تاخد شيرة لما يكون تحت دايفرجنس تاخد بيع لما يكون فوق يعني بص اللي انت بتأشر عليه هو دايفرجنس ونزل حتى لو قمة الثانية اعلى من الاولى بس هو نزل ما انت هتاخد بيع مش هتاخد شيرة وضحت الفكرة يا شباب ما يجيش واحد يقول لي اصل دي ما ظبطتش عشان هنا هوت مش عارف ايه الار اس اي ما ظبطش
تعرف لو واحد قال لي بقى كده وقال لي اصل الارض اي ما ظبطش، بس انا مش مظبط الحاجات التانية، ده اعمل له ايه؟ يتمنع اسبوع من الغرفة ولا اسبوعين، لانه ما سمعش القاعدة اللي انا بقولها الاول، اللي هي مليون حاجة لازم تتظبط. اصل الشباب انا شايفه كله مركز يقول لك اصل دي بص اهي وعملت. يا اخوانا مش دي بس، قلنا في كذا حاجة لازم تتظبط عندك، عشان لو السوق غلس عليك، لو طلع إدارة رأس مال، احتمال تعزز، حاجات دي كلها لازم تبقى محطوطة في الحسبان. ماشي، أتمنى تكون الرسالة وضحت على أساس إيه تتمرنوا، وإحنا موجودين أهو، وأبو وليد هيبقى ويانا في الشات، لو هو موجود هيرد، مفيش داعي تزعجوه على الخاص، اكتبوا في العام والشباب يرد على بعضه، لا أنت عندك كذا غلط، دي الشمعة غلط، مش عارف إيه غلط، كذا كذا، وصححوا البعض بحيث ان احنا ناخد الكلام ده نحلله بسرعه. هو ممكن يا دكتور مثلا تعمل توقيت معين، انه مثلا على بساعه معينه، انه في الوقت ده اللي بيهتم بالموضوع بيتدرب عليه يبعت النتائج، عشان لو في حاجه نصححها ماشي، يعني مش باي وقت يبعت، لا بساعه معينه، مثلا الساعه 9 اللي عمل صفقات تجربه وكده يبعتها نشوف لو في عنده غلط. خلاص، ونقول لابو وليد لما تبقى جاهز قول لي انا جاهز، ونقول للشباب ابعتوا لنا لو انتم خدتوا صفقات على الار اس اي ابعتوها لنا دلوقتي ونحللها. لما انت تكون فاضي اكتب له، قول لهم خد صفقات يوريها لنا، يكتبوها مره واحده ويحطوها في الشات بحيث ان احنا ايه نناقش. هو هيبان على طول، يعني اي صفقه ياخدها مش هتنجح معاه على طول، من اول ما نشوفها نقول له السبب ايه، هيبان فورا يعني. ويا ريت بقى ما يكونش حد ايه ما خدش صفقه ويقول لي يجيب لي على حاجه فاتت والشرط، احنا مش عارفين الشرط ده حصل ايه فيه، والشمعه دي كانت بتتحرك ازاي، والمنظر خد لي صوره وهي بتتحرك زي دي كده هوت، لو عايز تاخد بيع خد لي بالمنظر ده، يبقى انا شايف الار اس اي فين، وضعه ايه، الشموع وضعها ايه كده هوت، عشان ايه ما يجيش حد بس يكلمني في اللي فات ويقول لي اصل دي اهي، اصل دي مش عارف ايه، احنا مش ما قدمناش الصوره كامله دلوقتي، انا عايز اشوف المنظر ده كان شكله ايه ساعتها، كان فيه ولا ما فيش، عشان هو يديك الاجابه الصح، عشان يبقى التشخيص مظبوط، ولا انا غلطان؟ عشان بس ما حدش يقول لك طب شفت الباون النيوزيلندي، ما هو عديلي كان مدي وراح طالع، ما هو حضرتك مش مظبط الشموع، ما انتش عارف يعني ايه شمعه ديت، وهنا هوت لما يخسروا 50% يبقى بيع، ما هو لازم هيطلع عليك، هل الشمعه اللي بعدها فضلت خضره زي دي كده هوت في حاجه هنا تقول لي بيع؟ هيجي واحد يقول لي ما وصل ار اس اي اصله على مين؟ كل مكان الفريم يعني اطول الصفحه تاخد وقت اكتر، يعني لما يدخل على ربع ساعه الصفحه تكون اسرع من نص ساعه، نص ساعه اسرع من الاربع ساعات وكده. كان في واحد كاتب الباون نيوزيلندي في صفقه اهي تقريبا ايه، كان بيقول باون نيوزيلندي على الساعه، لحظه ضاعت في الكتابه، عايز ابص عليها يمكن ده مثال كويس، او برضو الباوند كندي، باوند كندا برضو كله مركز على الار اس اي. يا اخوانا مش الار اس اي، هل انت شفتش منظر الشمعه من قبل ما اجيب الفيديو؟ الباوند كندي، هل انت شفت منظر الشمعه؟ يعني معناه ان انت مركز على الار اس اي بس، ما هو ممكن تكون الشمعه عندي وخضره ويفضل مكمل طوالي، ودي هتحصل كتير، انا بقول لك من دلوقتي ان ممكن يبقى فيه حاجه على الار اس اي زي دي كده اهوت مثلا، وهو مره واثنين وثلاثه، وتبص تلاقيه راح نازل عليه، الشموع لما تقراها وازاي تعرف تحللها هتتفادى الموضوع ده. الباوند ايه كان يا دكتور؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للباوند الكندي يا دكتور، انا شايف على الماك دي، بعدين هو عدايلي عنده نموذج هارمون يا فراشه صاعد يا خفاش، واحد منهم تمام، ما هو راح واحد مدخل لك الهارمونيك كمان احسن واحسن، ماشي لو انت شغال كده يبقى احنا معانا كذا حاجه، انت بقى شايف على الساعه يعني ممكن تدمج كذا حاجه مو شرط. انت شايف دلوقتي
انت بتقولي على الساعة في السيت اب بتاعنا مش كده؟ في ديفرنشز على الـ على الماك. ابو وليد هل في الصفقة بتاعتك دي في حاجة هنا؟ اشوف بس الصورة يا دكتور. انت الدايفرجنز اللي بتكلم عليه فين ده يا علوش؟ عندي في الماك دي هنا جمعية السعود. هو بيتكلم على الماك دي مش الار اس ار. ماشي ايا كان هل هو كان في كان في كان في شراء وراحت؟ لا لا زال عنده اهداف فوق لانه انت لو تشوفها على الدايلي عندها هارمونيك يا خلاص انا ما اعرفش بالهارمونيك انا اعرف ادخل صفقه اخذ فلوس واطلع على طول ما يهمنيش بقى هو رايح فين بعد كده لا زال عنده اهداف فوق للشراء. ماشي انا هصورها ممكن يعني انت عايز تدخل هنا اهوت. طيب ده عشان هنا هوت في الارس يعني بس مثلا مديك الفرصه كانت فوق الدايفرجنز القمتين اللي عاليين كده كانت واضحه جدا وبعدها هبط. شوف الهبوط بتاعه قد ايه. انا اخذت شراء معاه بعد الاخبار الظاهر وطلعت تعادل على اساس انه عكس علي واخذت شراء من تحت المبيع. صفقة بيع لو أشر عليها الدكتور قمتين على الأرس آي فوق دي واللي بعديها الكبيرة دي. بص كده واضح دي يعني باينة بيع بين دي ودي باين بيع دي يعني واضحة. ده فريم كبير صح؟ ده الديلي على أساس إن هو داخل على يعني دي بتاخد كذا يوم. ايوه بس ترى لازال عنده صعود على اساس النموذج دوب تفعل ولا جاب اهدافه. يا علوش بص يعني انا طريقتي في العمل انا ما بحبش ادخل صفقه يوم ويومين. اي انا فاهم. انا ادخل بالكثير ساعه ده لو السوق بطيء واطلع وخلاص انا اوجع دماغي واتعب نفسي. لا صح طريقتك صح يعني على اساس ان كل واحد له طريقه فاهمني وانا مش يعني انا شغال سكالبنج ما يهمنيش بعد كده يروح فين اخد فلوس واطلع وهو حر مع نفسه. ايوه تديله يا دكتور تعالي تاخذ لك كم نقطه وتشرط. ايوه بالضبط كده. شوف يا علوش مسوي شمعة على اليومي هذه يسموها ستوبينج فوليوم يعني بيحاول يفرمل الهبوط. لو كسرها هينزل أكثر لكن الآن يعني ممكن اليوم الاثنين ممكن ياخذ اللي بياخذ 40 30 نقطة ممكن ياخذ. هم بيحاولوا يوقفوا هذه يسموها ستوبينج فوليوم يعني بيفرمل الهبوط. هنا الكلام انت هتقدر هم الشرايين يقدروا يفرملوا او لا فهمت انت صحيح انه عنده هم بيحاولوا ايوه هم بيحاولوا الان بس ما حياخذ معلش ما حياخذ يفرملوا ويطلع طلوع جامد لانه ما عبوا لسه فلازم يمشي في مسار عرضي مسار عرضي. لكن اللي بيشتري ياخذ 40 50 نقطة ممكن يراقب السام الباوند كندي وياخذ معه. طيب خلاص وروا لنا الصفقات يا شباب واحنا وياكم ان شاء الله نراجع الصفقات والى لقاء اخر.